اهلا بكم. النهارده يوم الاهم في الناس الحلوه، والحوار النهارده له قيمه علميه كبيره جدا، قيمه التشخيص وعدم الاستهانه بالاعراض اللي العين يقولها. ودايما انا بنصح الاجيال القادمه في الطب انه ضعف اعتبارك دائما كل النقاط الاحتماليه في التشخيص، والاخطر حطه دايما في المقام الاول. يعني مثلا على سبيل المثال، الكلام ده قلناه مرارا وتكرارا، يمكن دي المره المية اللي اتكلم فيها في المنطقه دي. الام في هذه المنطقه، ايبيجاستريك بين، الم زي ما انتوا بتقولوا في التعبير الشعبي في فم المعده. طبعا ايبيجاستريك بين منطقه في الطب معروفه لكل الاطباء، لا ينبغي الاستهانه به. الابدومينال بين عموما لا ينبغي الاستهانه به، لانه في مصرنا الحبيبه لما حد بيشتكي من الام في المعده او في فم المعده، التفسيرات الشعبيه القريبه وحتى من ناس اللي ما عندهمش خبره كافيه او كير كافي، انا اتكلم على الخبره دي الاهم، هي دي او الاوقع، يعني ده المقلب الكبير، انه واحد يجي لك بألم هنا فتقول له ايه؟ ده شويه التهاب في جدار المعده، تمام وارد، بس في فارق بين ألمين وتكتب له شويه انتاسيد ومسكنات الم وبتاع وخلاص ويروح، ويطلع مشكله في شريان معين من الشرايين التاجيه، الشريان ده يعمل الألم بتاعه لو انسد بجلطة في المنطقة دي. ممكن الألم في منطقة البطن يكون التهاب في البنكرياس وعمل مشكلة، وهنفهم النهاردة تفصيليا ايه برضو التهاب البنكرياس، هل ممكن يقتل الإنسان التهاب البنكرياس بشكل مفاجئ؟ هنفهم الكلام النهاردة بالتفصيل من أستاذنا الغالي. ممكن يكون ايه تالت؟ وارد انه يكون حاجة اسمها أورتيك أنيوريزم، اتساع وتمدد في الشريان الاورطه، والاورطه واحد يقول لي الاورطه هنا، الاورطه يا باشا هنا وهنا وهنا، الاورطه في اورطه طالع واورطه لافف واورطه نازل، يعني في كذا، يعني في مسار للشريان الاورطي كبير. اللي انا عايز اقوله بس قبل ما نبدا حلقتنا، ارجوكم ما تستهونوش بكلام العيانين. انا لا انسى من 25 سنة عيان دخل على رجليه الاستقبال، والعيان ده دخل قعد مع واحد من الزملاء، كنا لسه صغيرين قوي امتياز، دخل قعد قدامه مش قادر يتكلم، عنده صعوبة في تنفس ومش قادر يرد على الزميل، فالزميل صغيرين، فالزميل بيتهيأله انه مش عايز يتكلم معاه، فبعد فترة انا شايفه فات ربع ساعة مثلا على الكشف، وكان بكشف على حالة تانية، لقيته بيقول له انت مش عايز تتكلم معايا ليه؟ فرحت له قلت له هو مش قادر يتكلم عشان عنده نهجان رهيب، مش قادر، النهجان مش قادر يتكلم، بسرعة لازم نشوف له الانفستيجيشن، ده ممكن يكون حاجة لا اما في الرئة لا اما في القلب. وفعلا كان داخل في اكيوت بلمونر إديمة، التهابات في جدار الالفيولاي او نشع في الالفيولاي، ده بسبب فشل في عضلة القلب الشمال بسبب ما يسمى باحتشاء في عضلة القلب. القصة إنك ما تستهونش بكلام العيان. النهاردة اللقاء الممتع مع أستاذ الأساتذة القيمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير والأسطورة الحية للعلوم الطبية اللي بنتعلم منه الكثير، أستاذنا الأستاذ الدكتور حسام موافي. بلاش ان الواحد يعمل لحد سونار وما يكونش فاهم فيه لمجرد انه يعني بيتمنظر او بيطمنه، ده كارثه. كلمه مرض مزمن في الكبد 99% هو تليف. الهيموجلوبين ماده سامه، الهيموجلوبين ممكن يأذيني. البول بقى ناس كتير بتستهوى. البول جزء من وظائف الكلى، يعني ساعات كتير قوي دكاتره يطلبوا وظايف كده وما يطلبش بول، ينسى، مش ينسى، هو مش مهتم. لما يجي لك واحد صفر اقول له بولك لونه ايه؟ يقول لي زي الشاي. حس
انت اي حاجة الا هيموليسيس. ساعات اورام الكبد تبقى اورام كبد شخصيا او جياله جياله من قولون اي ثانويات، كل ده بيتشخص من الموجات الصوتية. الموجات الصوتية رائعة. المرضى اللي ممكن يتخوفوا من انهم يعملوا اشعة مقطعية يقول لك لا انا خايف اعملها لا يطلع عندي حاجة، الفكرة دي لازم تطلع من دماغ الناس، فكرة ان انا خايف اعمل الشيء اللي يطلع عندي. الأستاذ الدكتور حسام موافي عضو مجلس جامعة القاهرة، عضو لجنة الإعجاز الرباني بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الرئيس الشرفي لجامعة النهضة، عضو اللجنة الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين بالمجلس الأعلى للجامعات، عضو لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات دورة 2018-2021، أستاذ طب الحالات الحرجة كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، عميد كلية طب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، عضو مجلس الأمناء بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مدير مستشفى الأمراض الباطنة قصر العيني، مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة، مؤسس الوحدة الثالثة لطب الحالات الحرجة كلية طب القصر العيني، المعلم المثالي 6 مرات على مستوى كلية طب جامعة القاهرة، الطبيب المثالي 6 مرات على مستوى نقابة الأطباء، رئيس الجمعية المصرية لطب الحالات الحرجة، عضو الجمعية المصرية لأمراض القلب، عضو الجمعية المصرية لأمراض الكلى، له 180 بحث منشور في المجالات العلمية المحلية والعالمية، رائد طب الأمراض الباطنة في مصر والوطن العربي، قام بتأليف كتاب الأمراض الباطنة، تم تكريمه بإطلاق اسمه على دفعة 2015-2016 كلية طب جامعة القاهرة. حاول نرحب باستاذنا الاستاذ الدكتور حسام موافي، استاذ طب الحالات الحرجه، الاستاذ بكليه طب قصر العيني جامعه القاهره، والمؤسس لوحده الحالات الحرجه بكليه طب قصر العيني، وعميد كليه الطب جامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا، وعضو مجلس جامعه القاهره، الاسطوره القديره للعلوم الطبيه والطب الباطني والحالات الحرجه. اهلا بيك يا استاذ. اهلا يا ايمن. ايه النور ده؟ الله ينور عليك. انا قلت شويه كلام في الاول يعني صح مهمين، لانه في الفترات الاخيره حالات بيحصل لها ما يسمى بكلمه ميس دياجنوز. انا عايز حضرتك تشرح للناس قبل ما نبدا الحالات يعني ايه كلمه ميس دياجنوز في المعنى. في المعنى خطا التشخيص احتمال من 2 لـ3 له. خطا التشخيص احتمال من 2 ما نحط لهمش ثالث. يا رقم 1 واحد مش مذاكر، مش ملم بالاحتمالات. الحته دي احتمالها ايه؟ 12 احتمال لازم يكونوا في مخك. 12 احتمال لازم يكونوا في مخك. من اول واحد حالته النفسيه سيئه، لواحد بيدعي، لقرحه في المعده، لالتهاب بنكرياس، لاورطه متمدده، لاورطه بالديسكت بتتقطع، كل احتمالات كثيره جدا، لعصب تيبس دورسالس، كل الكلام ده. ده الاحتمال الاول مش ملم. الاحتمال الثاني مش بايده، مش موفق. مش موفق. انت رجل غير موفق، ودي الكلمه اللي بقولها لك من يوم معرفتك يا ايمن. طبعا ابعت الاخلاص تنزل لك التوفيق. خليك مخلص في عملك، ربنا هيوفقك. لان فعلا ممكن تكون تحتار، فعلا ممكن تحتار، ده جلطه في القلب ولا تاب بنكرياس، شبه بعض بالظبط. على بال ما تيجي الابحاث اللي انا طلبتها يكون عن مات، يكون مات بس بلاش وجع هنا، ممكن جلطه رئه وعايز هيبارين في الحال. فحاجتين، يا اما مش ملم، وده هقول لك انا بقول طلبه ايه بس حاجات هتضحك يعني، والله اوعى تضحك. يا اما مش موفق. انا بقول للطالب اللي داخل كليه الطب وما بيذاكرش سيب الكليه. لماذا؟ لو انا ما ذاكرتش وعيان مات مني ده قتل عمد. لو انا ذاكرت وعيان مات مني ده قتل خطأ. وشتان في ديننا بين القتل العمد والخطأ. انت ما ذاكرتش وبتشتغل دكتور، متأسف متأسف، سيب المهنة، ذاكر كويس جدا جدا. لكن الخطأ وارد، وارد لأي إنسان في الدنيا، بس ده قتل خطأ مش عمد. إنما اللي مش مذاكر ده قتل عمد.
هو ممكن بقول كمان يعني في حالات بتحصل لها كده ما نقولش برضه يعني عديها مرحله القتل، بتبقى الحاله تيرمينال يعني حاله جايه في الاخر. تيرمينال حاله سيفير يعني حاله خطيره دينجرس يعني واحد عديه بيند قدرات الطب انه يصعد. ده واحد من اهل عيان يقول لك ده حالته متاخره، دي حاجه سهله. المهم انا بقول ايه، لو مات ومش مذاكر قتل عمد، لو مات وانت مذاكر عيان سمع، قال يعني احنا ميتين كده ميت كده طبعا مش مقصود كده. فالقضيه هي ايمن قضيه الطب الشغوف قوي يخش كل الطب يبقى ده يعني هيذاكر مش هينام وهيتعب ومش هيشجع كوره ومش مالوش اصحاب. في واحد مره اتريق عليا لما انا بقول كده، ده واقع، ده واقع. ولذلك الدكتور هاشم مورو رحمة الله عليه قال لي كلمة مرة وأنا لسه صغير كده، قال لي مفيش حاجة اسمها دكتور كويس ودكتور وحش. عادي يعني، هو يا دكتور يا مش دكتور. مش دكتور مفيش حاجة اسمها دكتور وحش، يا دكتور يا مش دكتور. فالاهتمام بالمذاكرة الأول عشان تلم بالاحتمالات كلها ثم التوفيق. على فكرة التوفيق ملوش علاقة بالدين. التوفيق له علاقة بالإخلاص. الإخلاص دي قصة قضية خطيرة. المخلص ربنا بيوفقه. طبعا. ولذلك احنا بنشوف ناس مثلا يعني ربما يكونوا مش متدينين خالص بس بيشتغلوا بشكل مخلص. وربنا يرزقهم يبقوا متدينين، يبقوا يعني ربنا يكملهم اكيد يعني ان شاء الله. في الفتحة انت بتقرا 17 مرة في اليوم على الأقل. ده على الأقل 17 مرة. في كلمة تتعجب جدا ترتبها، تتعجب جدا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. خلاص خلاص أعلنت لله العبادة والاستعانة. لا أستعين إلا بك يا رب ولا أعبد سواك. بعديها تيجي اهديني الصراط المستقيم. هل معقول بعد معلن الاستعانة وكده اهدينا الصراط المستقيم بعد، ولا مفروض تبقى قبل؟ فالعلماء وقفوا في الحتة دي وقفة حلوة جدا. اهدينا الصراط المستقيم، قالوا الهداية ثلاث أنواع، ده بمناسبة الكلام اللي بنتكلمه مش بعيد. الهداية ثلاث أنواع، في الهداية أيمن الفطرية، الجاموسة ولدت، ابن الجاموسة راح على الضرع يرضع. مين اللي قاله؟ مين اللي قاله؟ طب ما يروح على راسها ودنها رجلها، راح على الضرع وحط بقه ورضع عشان يعيش. فدي هداية فطرية ربنا اللي حطها بالفطرة فينا. وفي الهداية الاختيارية، الخمر حرام، انت حر، عايز تشرب اشرب، مش عايز انت حر. فدي ربنا هداك اختياريا. وفي هداية التوفيق، دي اللي بتدعي بها في الفتحة. أنا عملت كل حاجة وصدت صح وكل حاجة والكرة جت في العرض، فأنت غير موفق. فهداية التوفيق هي دي اللي بنعرف الفتحة، اهدينا الصراط المستقيم، هداية التوفيق. أنت بتقرأ 17 مرة فيهم أن تكون موفق، لا أنت بتقرأ عشان الخمرة ولا أنت بتقرأ عشان الفطرة. الكيسز اللي هنطرحها النهارده اي او في الحلقات ما قلتليش، حلوه الحته دي، حلوه يا باشا، حلوه جدا. بس يعني هي لازم الناس تفهم ولازم الدكاتره الشباب يفهموا ان هم مطالبين ان هم يكونوا مستعدين بسلاح المذاكره الجيده جدا. ده سلاح قبل ما يدخل المعركه، ينتصر يكسب النهارده يخسر بكره دي مش مشكله، المشكله انه دايما يكون معاه السلاح. الطب ده علم لازم اعرف. هل انا ممكن اتكلم في الفلك؟ لا لا ما اعرفش، لاني ما ذاكرتوش، وبرضه اللي ما ذاكرش طب مش هتكلم في الطب. الكيسز اللي هنشرحها النهارده او حضرتك هتشرحها لنا النهارده، هنوري الناس ازاي يكون التشخيص. التشخيص ده فن مبني على اساليب معينه، فبني على فكر معين، فدايما نركز مش ده موديل يعني، مش ممكن قوي نفس الكلام ده لحالة تانية يكون احتمال تاني غير الأولاني،
وفي احتمالات دايما. صح. وده يخليني اقول دايما ان الطب لازم انا والمريض، انا والعيان، نكون مع بعض وجها لوجه. صح. عشان نكشف عليه. فكره بقى اي حاجه تانية غير كده دي حاجات مش مظبوطه، اللي هي بقى عيان اتصل بيا يبعت لي على الواتساب والله الكلام ده. اول حاجه، بنت بعدها بتقول والدتي مريضه من خمسه بالسكر من 25 سنه وتعاني من دوخه مستمر ولم يفلح معها جميع طرق العلاج. طيب بتسأل الأسلوب الأفضل إيه؟ دوخة وسكر 25. هو طبعا مضاعفات السكر تعتمد على الزمن وليس على رقم السكر. يعني واحد سكره عالي جدا جدا بس بقاله سنة عن سكر غالبا محمي من مضاعفات وسكره معقول، لكن بقاله 25 سنة غالبا عنده مضاعفات. الدوخة في السكر دي مكتوبة، مكتوبة، لكن بما انها بقالها فترة طويلة ما فكرش في الحاجات الحادة. مثال نقص السكر يعمل دوخة؟ بس لا يمكن تكون الست دي كده، لا يمكن. لماذا؟ بتقول لها بقالي 25 سنة عندي دوخة، بقالي فترة طويلة جدا، نقص السكر ده ما كانش يتعالج في ثانية العين يروح. ومن فضل ربنا علينا كدكاترة وفضل ربنا على المرضى كمرضى إن أحسن واحد يشخص نقص السكر المريض. هو بيحس، هو يحس عرق وجعان ومرعوش، يروح واخد حاجة حلوة انتهت المشكلة. غالبا دي مش كده، الدوخة دي مش دوخة نقص سكر. نمرة اتنين، أن يكون العيان عنده أسيتون والأسيتون يعمل دوخة ودوخة شديدة. غالبا دي مش كده، لأن الأسيتون مضاعفة تستدعي دخول مستشفى. مش معقول راحت لدكتور وما حللهاش أسيتون. واضح من التعبير أنها دوخة مزمنة، مزمنة وثابتة، وثابتة. يبقى لا هي نقص سكر ولا هي أسيتون، اللي هما الاتنين الكبار قوي اللي هما أخاف كلمة دوخة مريض سكر، دول يخوفوني قوي ودول على المستشفى جري. إنما دوخة مستمرة دي لها أسباب عديدة. ضغطها كويس؟ ما قالتش. قد تكون الدوخة لا علاقة لها بالسكر، لا علاقة لها بالسكر خالص، وتكون من الضغط، تكون بتاخد دواء بيدوخ، وارد جدا جدا. لكن لو أنا جات لي حالة زي دي، أول حاجة أفكر فيها خلل في الجهاز العصبي، التهاب أطراف أعصاب أو جزء من النخاع الشوكي اللي هو البوستيريور كولوم. دلوقتي أنت عندك كم إحساس؟ نوعين، إحساس سطحي وعميق. عشان المشاهد يتابع، إحساس سطحي زي شكة الدبوس ده له عصب خاص، زي تلجة لها عصب خاص، زي حاجة سخنة لها عصب خاص، زي ما دعك لها عصب خاص. التلاتة دول سطحي، تاتش سنسيشن بين سنسيشن تمبريتشر، سطحي. الألم والحرارة والتاتش دول كلهم سطحيين. لكن في ألام عميقة، ديب سنسيشن. ديب سنسيشن عميقة، يعني أنا واقف على الأرض دلوقتي كويس، مين اللي قال لي ان انا مظبوط؟ عصب، عصب مشي 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 وراح. لازم تقول سبحان الله. عشان كده العصب ده يختل، ممكن تلاقيني باجي قدام واجي ورا. طب بظبط نفسي بايه؟ بعناية. استعدت عن العصب بعيني كده، انا قربت اروح رجع تاني، كده انا بعدت اروح ما قرب تاني، لاني مش داري انا فين. فده اللي ممكن يكون عندها، هي مش دوخه، هي مش عارفه توزن نفسها. انت لو مشيت، انا بقول للناس، انت لو مشيت في اوضه ضلمه على البلاط والاوضه ضلمه اهي، عارف ان ده بلاط، ده اسمه ديب سنسيشن. لو مشيت في نفس الاوضه ضلمه انت مش شايف، على مرتبه، هتقول على مرتبه، هتقول انا دايس على مرتبه اهو. هي ما عندهاش بقى، ما عندهاش العصب ده اللي يقول انا فين. فديب سنسيشن، فهي بتتحرك قدام، بتظبط بعينيها وترجع لورا تظبط بعينيها،
اسمها سنسوري اتاكسيا. طبعا سنسوري اتاكسيا. سنسوري اتاكسيا دي تسبب دوخه شديده جدا جدا، فممكن جدا كده، بس للاسف يا بنتي دي ما لهاش علاج. ده دي لو في الحاله كده بالتوصيف ده، في حتتين ما ينفعش تروحوا من البنت دي، الست دي ما ينفعش تدخل السينما والسينما ضلمه. ايوه، لان السينما لو ضلمت ما هي في لحظه معينه سينما هتقع. وما ينفعش تدخل الحمام والحمام ضلمه، لازم يكون لمبه الحمام. اصل الحمام يعني هي احنا بص مش عايزين نسود الدنيا في وشها، بس الاحساس ده احساس تاكل في العصب، اما الاعصاب الطرفيه واما جزء من النخاع الشوكي. يا اما البريفيرال نيرف يبقى عندها بريفيرال نيورايتس، التهاب في اطراف الاعصاب، يا اما بوستيرو كولم، وده بيجي في السكر ويعمل هذا المنظر السئيل. الثلاثه بيحصلوا في السكر، يعني السكر ممكن ياثر على الاعصاب الطرفيه، ياثر على البوستيرو كولم، وممكن ياثر على البيراميدال وعلى الروت، وياثر على البيراميدال. يعني نادرا اكيوت كومباين، ما بيعمل بي 12 في النص، يعني هو نادرا ياثر البيراميدال. نادرا لازم ياخده من فوق كأوعية دموية. باظت، فباظت البيراميدال من فوق. انما هي يا اما التهاب اطراف اعصاب، يا اما العمود الخلفي اللي هو البوستيرو كولم، يعمل بقى الثلاثه مع بعض. بس سب اكيوت كومبايند ديجنريشن. بس لو سمحتي، لو سمحتي ما حدش يسيبها، ما حدش يسيب امك، يعني ما تخرجش لوحدها، يعني دايما حد جنبها، لان ذي الاعصاب دي للاسف العلم لم يصل لها انها تتصلح، ما وصلهاش. يعني في ناس بتدي فيتامين ب حقن كل يوم، هذا خطا شديد جدا، لان ليست السبب نقص فيتامين ب. في ناس بتقول ده تصلب في شرايين العصب، مش صح. لما قطعوا العصب وشافوه بميكروسكوب طلع مش متصلب. في واحد قال ده من الاسيتون المتكرر، بيجي الناس ما جالهاش اسيتون خالص. هو في له نظريه اللي هو في سكر اسمه سوربيتول، اكتيفيشن اوف سوربيتول باسوي، السوربيتول مش شغال صح. اكتيفيشن سوربيتول اولتريشن اوف، ده هو ده اللي بيبوظ العصب. دي حته يعني في الطب رخمه جدا جدا جدا. انا شفت حالات اللي هي ان السكر يكون اثر بقى على الجهاز العصبي، البوستيرو كولم بالشكل ده. مشيتهم تبقى مميزه قوي. هاي ستيبيتش جيت، اللي هي ماشيه بيرفع رجله جامد عشان يدب جامد. هو مش حاسس الارض فين، فبيرفع وينزل. ما تقلقيش يا بنتي، هي مش حاجه قاتله، يعني حاجة مقرفة بس مش قاتلة. طبعا نهجان عرض سخيف، عرض سخيف. يعني أي حد يا أخوانا من السامعين ينهج جري على الدكتور. النهجان ده من واحد نفسيا تعبان لواحد بيموت. الدكتور مظلوم يا عيني، لان اللي بيحكموا عليه اتنين، والاتنين ما بيفهموش في الطب. لا لا، ده الطالب والمريض. تلاقي واحد مثلا يقول لك ده دكتور ممتاز، ده سمعته طول كده يا عم الحاج. فانت الناس فاكره اللي يغيب في الكشف يبقى دكتور كويس، كويس ماشي على مهله، بس انا جبت اللي انا عايزه في ثانيه. بيعاني من عرض قد يعني البعض يطنشه، وده كارثه. هي بيعاني من اسهال من 4 شهور مع وجود دم ومخاط بالبراز. حاله زي دي ملهاش غير منظار. ثاني اكسيد الكربون لما يذوب في الميه يعمل حامض كربونيك. حامض كربونيك ده حامض، ده حامض. طب ما انا عندي حموضه في المعد في الدم وكمان حامض كربونيك، يوم اغسله. اطلع ثاني اكسيد الكربون، يوش. يوم يريح الحموضة، فهو بينهج عشان يتعالج. سن 24 لا يستبعد القلب بتاتا. طبعا هو مش كومن، يعني هيبقى الكومن سن 50، حول 50، لكن 24 يجيله، خاصة انه مدخن. بس يا ابني انت سامعني دلوقتي، احلف على المصحف ما تشرب سجاير تاني، احلف، لان ده انت بتنتحر. ابو العريف يا باشا انواع واشكال. في ابو العريف اللي بيعالج الناس كلها بالكروكومين، كل الامراض بتعالج بالكروكومين. يعني ما اعرفش حضرتك سمعت عن حاجه زي كده؟ حاجه بشوف اعلان كده الاقي كاتب مثلا 26 مرض بيتعالج بالكروكومين. انا ما اعرفش ايه هو الكروكومين اساسا. يعني عارفه يعني، بس مش بيعالج اي حاجه. قوت القلب والقولون والارتكاريا، والارتكاريا روماتويد.
روماتويد والزيبة الحمراء. العدسات اللاصقه الملونه ديت يعني بلاش عملها على بطال كده. ممكن حد يعمل عمليه تصليح الابصار ويشتكي من جفاف العين، بس عايزين نوضح نقطه صغيره. الدكتور احمد عساف استاذ طب وجراحه العيون طب عين شمس، زميل كليه الجراحين الملكيه البريطانيه، عضو الجمعيه الامريكيه لطب وجراحه العيون، عضو الجمعيه الامريكيه لجراحات المياه البيضاء، عضو الجمعية الأمريكية لإصلاح عيوب الانكسار، 7 أبحاث منشورة دولياً، 17 بحث تم عرضه في المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية. لا أكيد مش هديلها اللينسز كده، هديله مش اللي هو هبخل عليه وقوله لا طبعاً هديله اللينس. هديله اللينسز وبعدين حاجة شخصية يعني ينفعش أدي فرصة سناني مثلاً لحد. لا متهيألي إن الحاجات دي بتبقى حاجات شخصية، ما ينفعش فيها استخدام كذا شخص. ما ينفعش أديها اللينسز بتاعتي تلبس. مش هسلف له اللينسز بتاعتي. مضرة إن أنا أسلف لأصحابي اللينسز. ليه؟ أهلا بكم. الحقيقة احنا نزلنا للناس يعني سألنا سؤال يعني فعلا ده السؤال اللي احنا سألنا نجرم عليه، هو في حاجة اسمها ندي عدسة لاصقة لحد؟ ومع ذلك أنا فوجئت إنه وأنا بشوف بقى المونتاج إنه في ناس بتعمل كده فعلا. واحدة تقول لك أنا عندي عدسة زرقاء وصاحبتي عندها عدسة خضراء، فيعني أنا لو أنا عندي فستان أخضر أو هي عايزة العدسة الزرقاء بتاعتي أديها لها ونتبادل. دي كارثة يا جماعة، دي كارثة، كارثة كبيرة جدا. العدسات اللاصقة الملونة ديت يعني بلاش عملها على بطال كده، ولون عينيكي أنا في رأيي أفضل كتير جداً من أصل كمان بتبقى حاجات غريبة بتحصل. يعني بص لي إنسانة ما ينفعش عليها أنها يكون لونها أزرق خالص خالص، وطبعاً الكارثة إن راجل يغير لون عينه، يعني برضو ده حاجة مقلقة بصراحة. يعني لأ 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 خالص، الكلام ده ناخد بالنا منه. العدسات اللاصقة شيء ينبغي العناية به جداً 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 جداً، وزي ما في ناس قالك بيرسونال ما ينفعش، دي حاجه شخصيه. النهارده جفاف العين فارض نفسه بقوه شديده جدا، العدسات دورها فيه كبير، والنهارده هنستمتع بواحده من اهم حلقاتنا لانها مش بس عن جفاف العين، احنا لازم نربط بين الحلقه دي وحلقه سابقه عن جفاف العين، ده جزء التاني ليها، فدايما تذاكروا الجزئين مع بعض. لكن اسمحوا لي ان انا ارحب بضيفي العزيز القيمه العلميه الكبيره والاسم الكبير في هذا المجال والصديق العزيز والزميل اللي بعتز جدا طبعا اكيد بوجوده معنا في القاهره، والناس شرف كبير لينا ان هو يكون معنا، الاستاذ الدكتور احمد عساف. اهلا بيك. اهلا وسهلا. اهلا بيك. الحقيقه انت بدات يعني سلسله من الحلقات عن جفاف العين، النهارده بنتكلم على علاقه جفاف العين بعمليات تصحيح الابصار، لانها حاجه مشهوره قوي، الناس تعمل تصحيح ابصار فتشتكي من جفاف العين. والكلام ده مظبوط، ممكن حد يعمل عمليه تصحيح الابصار ويشتكي من جفاف العين، بس عايزين نوضح نقطه صغيره ان هو مش جفاف العين ما كانش موجود وبعد كده ظهر بعد عمليه تصحيح الابصار، لا هو في الغالب هو موجود قبل عمليه تصحيح الابصار بمستوى معين، وعمليه تصحيح الابصار سواء ليزك او غيره زود الاعراض دي اكتر، فالمريض بقى بيحس بيها اكتر، هي الحرقان والشكشكه، وكمان بتوصل ساعات الى شبوره بالعين، يعني بتاثر كمان على النظر، يعني ممكن جفاف العين يخليك مش شايف كويس، وساعات بيخليك مش شايف كويس لفترات معينه ويرجع يتحسن تاني، يعني تلاقي النظر بتاعك متفاوت، ساعات يبقى حلو وساعات يبقى وحش على مدار اليوم. دي اعراض جفاف العين بتظهر ممكن قبل عمليه اصلاح الابصار، وممكن تتزايد وتظهر اكتر بعد عمليه اصلاح الابصار، بس اللي انا عايز اوصله ان جفاف العين بيبقى موجود من قبل العمليه وتقريبا موجود عندنا كلنا. هل تختلف اعراضه بعد العمليه؟ بتزيد. بتزيد اكتر، ان اعراض جفاف العين لسه طويله، احمرار في العين، حرقان بالعين، شكشكه بالعين، تحس ان في جسم غريب في العين، حصوايه او رمش في العين، تدميع ساعات، افراز الدموع بكثره ساعات من حين لاخر، وفي نفس الوقت الفلكتويشن اوف فيجن او التفاوت البصري، تفاوت حده الابصار من حين لاخر. بتتزايد الاعراض دي مع تعرض للشمس، بتتزايد الاعراض دي مع التغيرات المناخيه سواء الاضطراب الاعفار، تغيرات الفصول من ربيع ساعات والخريف في بعض الاوقات، انت ماشي في صحراء او قاعد في هواء مكان رطب او قاعد في تكييف، برضو مهما كان الهواء اللي جاي من المكيف ده بيبقى هواء جاف، القعده قدام الكمبيوتر فترات طويله، التكييف لو جه مباشر للعين سواء تكييف في البيت او تكييف العربيه
كل دي بتزود اعراض الجفاف. لكن اعراض الجفاف نسبه كميتها كبيره جدا او عددها كبير قوي، ممكن شرط المريض يحس بيهم كلهم، ممكن تحس بشويه منهم. في بعض الناس شكوتها الاساسيه ان اوقات كتير ما بيبقاش شايف كويس، وفي اوقات تانية المريض بيحس ان هو بحرقان بس. في بعض الناس بيحسوا بحرقان ويحسوا ان عينهم بتدمع، لكن مش شرط يحس بكل الاعراض بتاعه جفاف العين. هي بتتفاوت لكن بتزيد اكتر اكيد بعد عمليه اصلاح الابصار. ازاي نتعامل مع جفاف العين بعد الليزر؟ بيكسر من استخدام الأطرات المرطبة، بس الأهم من كده هو أن احنا نعالج جفاف العين ولو بصورة وقتية قبل عملية الليزك. ده اللي عايز أقوله، أن هو لو أنا كدوري أنا كطبيب لقيت في حد عنده جفاف العين وجاي يعمل عملية إصلاح الإبصار، سواء ليزك أو فيمتو سمايل أو فيمتو ليزك أو حتى زرع العدسات، لو عنده نسبة معينة من جفاف العين، النسبة دي ساعات بتأثر على النظر، وساعات كمان بتأثر على الفحوصات اللي بنعملها قبل عملية الليزك. فلازم أنا كدكتور أنا أعالج جفاف العين، ومفيش ما يمنع أن أنا أأجل حتى العملية أسبوع ولا اتنين لغاية لما العلاج بتاع جفاف العين يكتمل ولو بصورة وقتية. هنا على سبيل المثال الصورة اللي قدامنا دي بتبين، هو ده بنسميه تصوير القرنية، ده بيصور التوبوغرافي بتاع القرنية، بيصور خريطة للقرنية قبل عملية الليزك أو قبل عملية الفيمتو سمايل أو قبل كمان عملية زرع العدس. لو في جفاف في العين هيطلع صورة مشوشة، والصورة المشوشة دي هتدينا معلومات غلط وهتدينا معلومات ناقصة. زي الصورة اللي قدامنا دي، في جزء كبير قوي من الصورة الملونة دي لونه أسود، يعني إيه؟ يعني الكمبيوتر معرفش يقرأ الجزء ده من القرنية، معرفش يقرأ الجزء ده من القرنية، فأنا مش هعرف، ما عنديش معلومات أو ما عنديش داتا معينة أعتمد عليها في تحديد مثلا نقاس العدسة أو من تحديد سمك القرنية أو تحديد درجة تحدب القرنية قبل عملية الليزك. فجفاف العين مش هيأثر بس بعد العملية، ده كمان قبل العملية في حد ذاتها بيأثر على الفحوصات وعلى دقة الفحوصات اللي تتعمل قبل عملية إصلاح الإبصار. فمهم جدا أن أنا كطبيب أعالج جفاف العين لو أنا شايف كطبيب أن جفاف العين ده هيأثر على الفحوصات أو هيأثر على نتيجة العملية. مهم جدا أن أنا أعالجه قبل ما أبتدي حتى في إجراء الفحوصات نفسها. هل في عمليات لجفاف العين؟ عمليات لجفاف العين في عمليات بسيطة. احنا جفاف العين عشان نبقى فاهمين، الدموع او مجرى الدموع نفسه، الدموع بتقعد في العين فترة معينة بتأدي الوظيفة بتاعتها، وبعد كده بيحصلها تبخر او بتمشي في بلاعة صغيرة موجودة في الجفنين او في قناة دمائية. قناة دمائية دي مش بتفرز الدموع، قناة دمائية دي اللي بتصرف الدموع، بالبلدي كده بنسميها بلاعة الدموع. فانت عند حضرتك هناوت لو في حوض، انا بقول للست لو عندكم مثلا ميه هتبقى مقطوعه، اول حاجه بتعمل ايه؟ ميه هتتقطع. بيقول لك الميه هتتقطع، خلاص هنعمل ايه؟ هنجيب حاجه نسد بيها بلاعه الحوض ونحوش الميه في الحوض. الحوض بتاعنا هو السطح العين، والحنفيه هي الغده الدمعيه اللي بتفرز الدموع. طب البلاعه بتاعتنا فين؟ عندنا قناه صغيره بنسميها بلاعه الدموع او القناه الدمعيه، دي بنسدها. دي العملية اللي احنا ممكن نعملها لجفاف العين، نسد البلاعة دي علشان نحوش الدموع أطول فترة ممكنة على سطح العين. والعملية دي بتنقسم إلى جزئين، هنا زي حضرتك في الصورة هنا شايف في حاجة صغيرة زي راس الدبوس كده محطوطة في القناة الدمعية في البلاعة نفسها، تبقى صغيرة قوي، يعني حاجة أقل من نص، يعني حوالي تلت ملي تقريبا. دي بنسد بيها القناة الدمعية، وعندنا نوعين منها، يا إما سدادات للقناة الدمعية مستديمة دي على طول، يا إما سدادات وقتية نعدي بيها مرحلة معينة وبناخدها كاختبار، حتى إذا كانت المريض مستريح بيها بنحوله إلى سدادات مستديمة. فكرتها بسيطة جدا، زي ما يكون عندك بلاعة وعايز تحوش المية وتمنع المية من التصريف، فتحط السدادات دي علشان تحوش دموع أطول فترة ممكنة في العين. لكن طبعا لها شروط، مش أي حد بيعملها لازم، ومش أي وقت نقدر نعمل فيه السدادات دي. لازم نعالج الالتهابات اللي موجودة المصاحبة لجفاف العين الأول، وبعد كده أسد القناة الدمعية. من كتر ما اتكلمنا على جفاف العين في تحديد او علاقتها بعمليات اصلاح الابصار، بعض الناس بقى يعتقد ان هو ده الشرط الوحيد او المحرك الوحيد للاختيار في عمليات اصلاح الابصار. انا عندي جفاف عين فاختار كذا او كذا. هل جفاف العين هو المحرك فعلا الوحيد لاختيار نوعيه معينه من عمليات؟ لا مش المحرك الوحيد. وكويس لحضرتك ذكرت السؤال ده، عشان في ناس كان بتيجي قوي بتيجي يقول لك يا دكتور انا عندي جفاف العين ممكن اعمل ليزك ولا لا؟ لا، ممكن تعمل ليزك، ان هو جفاف العين ليه درجات، واتفق عالميا دلوقتي انهم بيقسموه لدرجتين. في درجه مؤثره بيسموها فيجوالي سيجنيفيكانت دراي اي، يعني في درجه مؤثره على حده الابصار، وفي درجات غير مؤثره على حده الابصار. لو الدكتور شايف ان جفاف العين درجته مش هتؤثر على حده الابصار، فممكن
يتجه ويكمل في الفحوصات ويعمل عمليه الليزك او غيره، مش شرط ليزك تحديدا يعني. لو الدكتور الطبيب شايف ان درجه جفاف العين هتؤثر على حده الابصار او هي مؤثره فعلا على حده الابصار بتاعه المريض، وبالتبعيه هتاثر على الفحوصات اللي هيعملها قبل عمليه اصلاح الابصار، فبالتالي الدكتور هنا بيأجل العملية أسبوعين أو ثلاثة أو ساعات أربع أسابيع، وبياخد المريض علاج مكثف لجفاف العين ويعيد إجراء الفحوصات تاني، وبعد كده يتجه يعمل العملية على طول. ده الألجوريثم أو الاتفاق العالمي دلوقتي على موضوع جفاف العين وعلاقتها بعملية إصلاح الإبصار. فإحنا ممكن نحن نعمل الكلام ده بشرط أنه مش كل درجات جفاف العين هتؤثر على العملية. في بعض الناس عندهم جفاف العين ونعمل لهم العملية برضه. في كتير من الناس بعد عملية الليزر بيفقدوا اتصالهم بالدكتور، خلاص احنا عيننا كويسه بنشوف كويس، ما بنعملش حاجه تحمينا من الجفاف او تعليمات معينه نعملها لغايه لما حتى العين ترجع لحالتها. لا، احنا دايما بننصح المريض بنصائح معينه بعد العمليه. لازم يكسر من الاطرات المرطبه، لو شايف حاجه مش مظبوطه او ان النظر بتاعه بيتغير بحده بعد العمليه يراجع الطبيب بتاعه، ما يقعدش قدام الكمبيوتر فترات طويله. ودي نصائح عامه بنديها لكل الشخص، مش شرط يكون عامل عملية، أي حد يعني بيجي لنا العيادة بيكشف لأي سبب ما بنقول والله أنت بتقعد على الكمبيوتر فترات طويلة، عندك واحد اتنين تلاتة، حاول تعمل الكلام ده عشان تحافظ على طبقة الدموع فترة أطول. لكن لو المريض شايف إن في عنده مشاكل بعد كده غير طبيعية أو أكتر من التعليمات اللي إحنا مدينها له، شايف إن في حاجة مش مظبوطة أو اتبع التعليمات وليه إن في برضه مش جايبة نتيجة، فلازم يرجع للطبيب طبعًا على طول ويشوف إيه الخطوة اللي جاية اللي ممكن يعملها. ساعات بنعمل سدادات للقناة الدمعية بعد عملية الليزك علشان نعالج جفاف العين الوقتي، وجفاف العين اللي بيزيد بعد الليزك بيبقى وقتيا بيستمر حوالي شهرين لست شهور. هنا ممكن المريض لو مش مستريح بالتعليمات والقطرات المرطبة ممكن نحط له السدادات بتاعت القناة الدمعية. لكن أنا عايز أكد أن جفاف العين هي مش مشكلة كبيرة قوي، بس مشكلة سخيفة قوي. المريض هيشتكي أن فيه التهابات متكررة في العين، لكن مش هتأثر معاه في حاجة كتير، لكن هو هتضايقه، مش هيبقى مستريح، مش هيعيش بصورة طبيعية. في ناس يعني دلوقتي هتسألنا سؤال، الليزك أو الفيمتو ليزك أو الفيمتو سمايل أو التصحيح السطحي، كل واحد بيعمل ممكن يعمل جفاف عين، بس هل يختلف الميكانيزم، الطريقة، الأسلوب؟ أكيد أكيد. حاجة كويس حاجة سألت السؤال ده، إن هي طبقة الدموع مرتبطة ارتباط وثيق بطبقة الأعصاب اللي موجودة في سطح القرنية. طبقة الأعصاب دي في وقت الفيمتو ليزك أو الليزر السطحي أو الفيمتو سمايل بتتقطع بالليزر، فطبقة الأعصاب دي بتاخد لها وقت عبال ما ترجع تاني تشتغل تاني. الأعصاب دي لو مش موجودة، الألياف العصبية دي لو مش موجودة في سطح القرنية، إفراز الدموع بيقل جامد قوي، وده اللي بيزود جفاف العين بعد العملية. فعلشان بنستنى حوالي شهرين لست شهور عبال ما الأعصاب دي تلتئم تاني ويرجع إفراز الدموع لمعدله الطبيعي تاني، لازم يبقى سطح العين لامع بهذا الشكل كده، سواء قبل العملية أو سواء بعد العملية، علشان الدموع دي مهمة جدا للغذاء بتاع القرنية ومهمة جدا للنظر كمان، علشان دي المرايه اللي بشوف بيها كمان سطح العالم الخارجي. فبالتالي هنا هوت في عمليات الليزك الطبقه دي طبقه الالياف العصبيه بتتقطع مع عمليات الليزك، وبتتقطع مع الليزر السطحي، وكمان بتتاثر في الفيمتو سمايل، عشان عكس الكلام اللي بيتقال ان الفيمتو سمايل ما بيعملش جفاف العين، لا بيعمل جفاف العين بس يمكن بدرجه اقل شويه صغيرين. ولازم برضو ليه شروط معينة، لازم ان انا المريض لو عنده درجة معينة من جفاف العين وهيعمل فيمتو سمايل، لازم اعالج جفاف العين الاول قبل ما ادخله يعمل فيمتو سمايل، لان الفيمتو سمايل بيعمل برضو جفاف العين بس يمكن بدرجة اقل شوية صغيرين. فهنا هوت لو هنرتبهم كالعمليات اصلاح الابصار ومدى تأثيرها السلبي على جفاف العين، اكتر حاجة الفيمتو ليزك مع الليزك والفيمتو ليزك، الليزر السطحي يلي الفيمتو سمايل، اقل حاجه بتعمل جفاف العين هي عمليات زرع العدسات. زرع العدسات يعني يعني متوقع اقل حاجه إن احنا بنبعد عن القرنيه خالص، احنا بندخل عدسه جوه العين فبنبعد عن القرنيه خالص، بنعمل فتحه صغيره قوي بس في القرنيه حوالي 2 ملي، دي ما بتعملش جفاف العين بصوره زي ما بيعمل الفيمتو ليزك او الفيمتو سمايل. سؤالي له وجهين، يعني بعد ما عملنا الليزك وحصل جفاف العين، هل لابد من علاج جفاف العين؟ او بشكل اخر السؤال، هل يضر جفاف العين العمليه نفسها؟ ممكن يقلل التئام العمليه. احنا جفاف العين اللي بيتبعه ان مفيش دموع كفايه، مفيش دموع كفايه يعني مفيش غذاء كفايه للقرنيه، وبالتالي الالتئام هيكون ابطا، مفيش مضادات حيويه في الدموع، وبالتالي العين بتبقى عرضه اكتر او القرنيه بتبقى عرضه اكتر للالتهابات الميكروبيه، وهتاخر اكيد
الالتئام بعد العملية، وهو في نفس الوقت ممكن تعمل مشاكل بعد العملية. فبالتالي الجفاف مهم جدا هو يتعالج كويس قوي، ان هو ممكن يأثر فعلا على نتيجة العملية. ودايما عندنا مقولة بتقول ان جفاف العين لازم المريض يعالج الجفاف، او الدكتور انا اسف، الدكتور يعالج جفاف العين قبل العملية للمريض، لان هي لما تكون في جفاف العين قبل العملية فهي دي مشكلة المريض. لما يحصل جفاف في العين بعد العملية فدي بقت مشكلة الدكتور. فأنا لما أجي أقعد معاك مثلا وأقول لك والله أنت عندك جفاف في العين وإحنا لازم نعالج الجفاف قبل ما نعمل العملية، فهي ستيل هي مشكلتك أنت. لو أنا ما أقولش الكلام ده خالص وتجاوزت المعايير العالمية وعملت العملية، استعجلت وعملت العملية وأنا عارف إن أنت عندك جفاف في العين والأعراض دي بعد كده زادت، أنت هتيجي تلومني أنا، بقت مشكلتي أنا كدكتور وأنت مش ملام في الموضوع ده خالص. فأنا لازم أعالج جفاف في العين، إن قبل العملية ده مشكلة المريض، بعد العملية بقت مشكلة الدكتور. السؤال القادم مهم بقى، يعني برضو المريض محتاج يعرف انا عندي عمليه تصحيح ابصار في الكتالوج او الاوبشنز قدامي، ماذا تنصح انه يعني يا ريت نبعد عنها شويه في حاله وجود جفاف عنيف من العمليات؟ نبعد عن عمليات معينه، يعني عمليه هل التصحيح السطحي نبعد عنه، هل الفيمتو سمايل؟ لا، هو الاكتر حاجه لو هي يعني جفاف العين شديد قوي وانا عايز اعمل عمليه اصلاح الابصار، انا ممكن ما اعملش فيمتو ليزك، ممكن اعملش فيمتو ليزك في هذه الحاله، ممكن اعمل فيمتو سمايل او اعمل زرع عدسه. يعني ممكن يكون مثلا احنا بنعمل زرع عدسه عاده في المقاييس العاليه اللي هي سالب 8 9 10 مثلا، فما فوق. في بعض الناس عندهم سالب 4 وسالب 5 ينفع له فيمتو ليزك وسمك القرنيه كويس وشكل القرنيه كويس، بس عنده جفاف في العين وانا عارف ان جفاف العين درجته ممكن تؤثر على النظر وممكن تؤثر على نتيجه العمليه وهتضايق المريض بعد العمليه، مش عايز ازود جفاف العين اكتر من كده، فممكن اتجه في هذه الحاله لزرع العدسات رغم ان المقاييس بتاعته مش عاليه، هي سالب 3 او سالب 4. بقول له والله انت جفاف العين هيزيد عندك والاعراض اللي انت بتشتكي منها دي هتزيد وانا مش هقدر اسيطر عليها قوي، فانا شايف ان الحل الامثل بتاعك عشان ما نزودش جفاف العين اكتر ممكن نعمل العمليه الثانيه اللي هي زرع العدسات. ففي حاله زي كده طبعا اكتر حاجه ممكن تاثر هي فيمتو ليزك. لو وضعنا في كفي ميزان مع الجفاف، في ناس تقول طب انا خلاص انا هكمل بالعدسات اللاصقه مش هعمل تصحيح ابصار، ايهما ازعج او اكثر خطوره على الجفاف العين؟ انت عارف الاجابه. اللي مع العدسات اللاصقه طبعا، اللي مع العدسات اللاصقه ارجوكوا طبعا 100%. اكتر سبب العدسات اللاصقه لوحديها اشهر سبب للقرح القرنيه، دي رقم واحد يا خبر خلاص. رقم اتنين هي اكتر حاجه تزود جفاف العين. الحاجه الثالثه ان العدسات اللاصقه غير يعني احنا مش هنتكلم على العنايه، انت بتعتني بالعدسات اللاصقه وبتلتزم وبتعمل بكل حاجه، العدسه اللاصقه بتزود جفاف العين وبالتالي فهي خطورتها مزدوجه، من خطورتها ان هي بتزود جفاف العين، تخلي العين اكثر عرضه للالتهابات، في نفس الوقت العدسه اللاصقه مهما كانت ايديك نظيفه وانت بتلبسها هي برضه عرضه ان هي تنقلك ميكروبات على سطح القرنيه، وكمان العدسه اللاصقه بتخدش سطح القرنيه وبتبقى مدخل لاي ميكروب يخش من خلال سطح القرنيه يعملك قرح. فبالتالي الشخص اللي عايز يقعد بعدسات لاصقه على طول بننصحه ونقول له لا، لو انت ما بتحبش النضاره ومعتمد على العدسات حاول تفكر في حل تاني امثل، ان العدسات عمرها ما كانت بديل للنضاره. النهارده تجوال علمي رائع، لكن لازم نلخصه في تلغراف مهم فيما يربط او العلاقه ما بين الجفاف وبين عمليات تصحيح الابصار. اي في علاقه وثيقه ما بين الجفاف وعمليات تصحيح الابصار، والاثنين بيأثروا على بعض. يعني الجفاف بيأثر على عمليه تصحيح الابصار، بيأثر على النتيجه بتاعتها من ناحيه ان بيديني فحوصات مش مظبوطه، الفحوصات اللي بتتعمل قبل عمليه تصحيح الابصار في وجود جفاف العين هتبقى غير دقيقه، والارقام اللي بناخدها من خريطه القرنيه هتبقى غير دقيقه وبالتالي هتاثر على نتيجه العمليه بعد كده. وعمليات اصلاح الابصار في حد ذاتها بتزود الجفاف العين بعد العمليه، فالاثنين بيزودوا بعض، الاثنين بياثروا على بعض، فلازم نكسر الحلقه المفرغه اللي ما بينهم. الدكتور لازم ان هو يعالج جفاف العين كويس قوي قبل ما يعمل عمليه اصلاح الابصار ويتابع المريض كويس قوي، وهنا مهم جدا ان المريض يبقى فاهم ان اعراض جفاف العين هتزيد بعد العمليه عشان يبقى متقبل كل الاعراض دي ويعرف ان هي حاجه طبيعيه ومفيش مشكله في العمليه نفسها وهتتلاشى تدريجيا بعد شهرين او 6 شهور من العمليه.
كالعادة بتبهرني وكالعادة سعيد جدا جدا بهذا الحوار، وعايز أقول إنه ده الجزء الثاني في جفاف العين، عشان الناس اللي لازم تبقى انترستد إنها تذاكر الاثنين أو تفهم الاثنين، اللي عندهم جفاف ومهتمين جدا بفهم هذه المشكلة المرضية لازم يذاكر أو يعني يتفرج على الجزء الأول في الحلقة السابقة ثم الجزء الثاني ده، هتلاقوا الاثنين حلقتين تحت بعض في اليوتيوب، ولذلك لازم ده من الحلقات اللي ليها بارت 1 أند بارت 2، وكالعادة بتبدع وكالعادة بتسعدني وكالعادة بنتظر محاضراتك بشغف كبير لا تعلمني كثير جدا. ده شرف ليا، شرف لينا احنا، شرف ليا وجودي في وسطيكم، ده شرف لينا اكيد، شرف يعني نلناه وجود ضيفي العزيز الخبير العلمي الكبير الاستاذ الدكتور احمد عساف في الناس الحلوه. كل سنه وانتم طيبين وانتم بالصحه والسلامه، خليكم دايما مع الناس الحلوه. الدكتور عبد الله متولي، أخصائي تجميل الأسنان، مؤسس مركز برايتي للأسنان، عضو الجمعية الأمريكية لتجميل الأسنان، عضو الجمعية الألمانية لزراعة الأسنان. أهلا بكم في عالم الأسنان الممتع. خلينا أقول لكم إن عالم الأسنان ده فعلا عالم مثير جدا، أقول لكم ليه. بالصدفة اتفرجت على فيلم حلو جدا، هو طبعا أختلف مع مضمونه بشكل كبير، لكن هو حلو من ناحية الإخراج، من ناحية الموسيقى، من ناحية التمثيل، من ناحية الفكرة وإن كانت مش صحيحة قوي. الفيلم اسمه From 5 to 7 From 5 to 7 من 5 ل 7 5 ل 7 يعني هو حياة في الفترة دي في الوقت ده من الساعة 5 للساعة 5 للساعة 7 يومين. الممثلة اللي عملت الفيلم ده ممثلة فرنسية، هي من أصل مشترك كمبودي صيني، أبوها من أصل كمبودي ووالدتها من أصل صيني وهي فرنسية، هما الاثنين طبعا عاشوا في فرنسا وهي اتولدت في فرنسا وهي فرنسية، اسمها برنيس مارلو. أنا متوقع أنها الفترة اللي جاية دي يعني تبقى حاجة كبيرة جدا في العالم. الفيلم ده اللفت نظري له الأسنان، الممثلة دي الأسنان لعبت دور كبير جدا في الفيلم. المخرج كان معتمد على أنه يطلع أسنانها هي طول الفيلم بتبتسم. الفكرة كلها هي ثقافة، التقاء ثقافتين مختلفتين بشكل كبير، الثقافة الأمريكية اللي فيها الدرجة من درجات الشدة، الخطوط المستقيمة نسبيا، الفكر الأمريكي الثابت عن أشياء معينة، والثقافة الفرنسية. الثقافة الأمريكية عندها قواعد معينة والثقافة الفرنسية عندها قواعد تانية خالص، ده الفكرة الفيلم. لكن أسنان هذه الممثلة الأتراكتف جدا هي اللي عملت دور مهم جدا في الابتسامة الدائمة، وده على فكرة برضو كان واضح إن هم بيعرضوه طرح معين، الفرق بين ثقافة الفرنسيين أو أسلوب الفرنسيين في الحياة وأسلوب الأمريكان. كانت الفكرة باختصار إن الفرنسيين بيميلوا دايماً للابتسام، للاستمتاع بالحياة، لكل جزئية من حياتهم عندهم فيها شغف وطريقة معينة للتعامل، التسامح اللي بيعيشوا بيه ده فكرتهم، ده الفرنسيين. الأمريكان عندهم شغل هارد وركر طف جدا، عمليين الى حد درجه اكبر، ماديين نسبيا، ده الصراع ما بين ثقافتين في الاخر. لكن الابتسامه، خلي بالكم الابتسامه برضو اعلى اكتر بشكل واضح جدا في الفرنسيين مش في الامريكان، وكان باين جدا اهتمام صناع الفيلم بسنان الممثله، تفرق قوي قوي سنان ممثله طالما معموله صح. هي كانت سنانها حلوه احلى من صور كتير انتوا شايفينها، لانه مش كل الصور دي اتعملت في 2014، الفيلم اتعمل في 2014. حقيقه اسنانها في 2014 كانت احسن ما يكون، كانت احسن ما يكون. زي طبعا كاميرا الفيديو او كاميرا السينما بتدرسها. لفت نظري بقى الناس كتير في مصر بتعمل اسنانها بشكل مش حلو، شكل سلايك بياض اوفر، يعني تخبط في عينك هي اللي واكله الصوره بس السنان، وتبوظ شكل الدراما. شوف دي نجاحة الدراما، الأسنان ساعات بتتعمل بشكل يبوظ الدراما. إيه السر؟
في أسرار كتير النهاردة في عالم تجميل الأسنان نفهمها مع ضيفي العزيز. دايماً عنواننا في حلقاتنا مع ضيفي هو كلمة السر. إيه؟ إيه الحدوتة؟ إيه القصة؟ هو من أحسن الناس اللي تقدر تحكي لي عن السر، الذي يبدع في حواره دائماً معي، والذي يتحدث دائماً في منطقة غير مألوفة غير مطروقة لكنها في منتهى الأهمية. ضيف العزيز واحد من نجوم عالم تجميل الأسنان دكتور عبدالله متولي، طبعاً أخصائي تجميل الأسنان والمؤسس لمركز برايتي للأسنان وعضو الجمعية الأمريكية لتجميل الأسنان والمصمم المعتمد للابتسامة من البي دي سي بإنجلترا. أهلاً بك دكتور عبدالله. دكتور أيمن منورني. انت منور الدنيا كلها، ربنا يبارك فيك. شفت الفيلم ده لسه؟ انصحك ما شفته. انت قلت لي شوفه المره اللي فاتت بس عندكش وقت. ما فيش بس هشوف. شوف هشوف. هو فيلم رائع جدا، ويعني هو طبعا نختلف معاه اختلاف تام في انت قلت لي انا مختلف مع المضمون بتاعه المضمون، بس المضمون لكن الفيلم ابهرني بكل ادواته، واكتر حاجه ابهرتني ابتسامه البنت، ابتسامه الممثله. هشوفها وديك رأي الحلقة الجاية إن شاء الله. ابتسامتها بالأسنان يعني، وانت خلاص بقى ما احنا اتفقنا على كلمة ابتسامة دي. ماشي، احنا غيرنا كذا مفهوم، والنهاردة بقى انا هصدمك كتير قوي، يعني الحلقة النهاردة كلها صدمات ما بين برنيس وإبهارها ليا في الصور وفي الصورة في أسنانها، ما بين ممثلات تانين صدموني بشكل تاني في الدراما بتاعت رمضان اللي فات واللي قبليه في صناعة أسنانهم. تلاقي البنت بتمثل دور بنت بلد شعبية وسنانها ملهاش علاقة بده، سنانها في حتة والمكياج في حتة، وسنانها أساساً يعني صدماني قوي طول الوقت. يعني دي أنا أبهرتني بسنانها وخلتني أبص لوشها وابتسامتها كلها وانبسط. في سنان تانية على الشاشة تخليني بصص لها ومش مركز في أي حاجة تانية غير السنان ومش بسطاني. هل العيب في القصة في الماتيريال ولا القصة في ايه؟ القصة بقى هي دي النقطة اللي انت بقالك كام حلقة يا دكتور ايمن تقول لي ايه؟ اعمل لي حلقة عن الايه؟ ماتيريال. انا عايز حلقة عن الايه؟ ماتيريال. الحلقة دي بقى انا هوضح لك الفرق بين الدكتور اللي بيعتمد على ماتيريال الاسنان والدكتور اللي بيعتمد على الارت او الفن اللي عنده، ان ازاي يطلع ابتسامة حلوة. يعني هنوضح ان الفكرة كلها مش في الماتيريال، انا ممكن بأي ماتيريال اطلع لك ابتسامة. لو شفنا صورة زي دي كدكتور اسنان، تخيل نفسك يا دكتور ايمن دكتور اسنان، قول لي ايه رايك في الاسنان دي؟ ايه رايك في الابتسامة دي؟ عجباني. حلو قوي. وبعدين ايه تاني؟ يعني ايه اللي شدك في الاسنان دي؟ اللي شدني في الاسنان دي انها ناتشرال شويه، مديني انطباع ناتشرال. كل ده حلو قوي. طيب انا بقى عايز الشفافية بتاعتك. حلو قوي. انت دكتور سنان خلاص يعني. انا استاذ. انا قديم. طيب طيب الفكره كلها ان 95% من دكاتره الاسنان بيعرضوا الشغل ده ويقول لك بص بقى التفاصيل والتكات والحركات، بص الجمادات دي. حلقه انا عاملها عندي في العياده، انا عمري في حياتي لو دخلت على البيجز بتاعتي انستجرام وفيسبوك يوتيوب اي حاجه، عمري في حياتي ما بصور الأسنان بالطريقة دي. أنا مصور دي مخصوص عشانك. أنا ما بعرضش حالاتي بالطريقة دي أبدا. ليه؟ الحالة دي اسمها retracted smile. أنا بشوف السنان أنت زي ما أنت قلت بالظبط، طبيعية شفافية، لونها حلو، شكلها حلو، مرصوصة حلو. طيب مين اللي ورا الصورة دي؟ هل الدكتور ولا المعمل؟ احنا برضو عشان نوضح للناس، تجميل التجميل عموما مشترك فيه جزئين ولازم يكملوا بعض. الطبيب الدكتور الأسنان اللي بيشتغل وبيحضر الأسنان وبياخد المقاسات ويبعتها للمعمل. طيب الصورة دي بتوضح ان المعمل شاطر جدا، دي ما وضحتش ان انا شاطر. عشان كده عمري ما بعرض حالاتي لأي كلاينت او اي بيشنت بيجي، عمره ما اقول له ايه رأيك في الأسنان. لا ما بعملش كده، ولا هتلاقي على البيج بتاعتي اي صورة بالمنظر ده. ليه؟ انا كده موضح ان المعمل شاطر جدا، المعمل كده عامل لي شفافيه اللي انا عايزها، عامل لي رصه الاسنان مظبوطه، عامل لي التفاصيل والحركات وكل حاجه، وده المعمل اللي احنا بنشتغل معاه عموما، بيطلع الشغل بالكواليتي دي. بس كده دكتور الاسنان شاطر بنسبه 20% ان هو السنان متسلمه صح، اللثه مظبوطه، اللون اللي هو الدكتور مختاره مظبوط، المعمل اللي الدكتور مختاره مظبوط. انما ده ما يوضحش ان الدكتور شاطر، ده يوضح ان المعمل شاطر. لا
لو شفنا الصورة اللي بعد كده بص هتلاقي برضو تفاصيل، بص التفاصيل عاملة ازاي. دي اسمها ألترا فينيرز، السنان معمولة كأنها طبيعية، بس يا جماعة ده مش الدكتور هو اللي عمل السنان دي، ده المعمل. أنا مش هعرض حالة أبدا بالشكل ده، أنا مصور الصور دي مخصوص عشان أوريها لك، عشان أنت كل حالة تقول لي دور الماتيريال إيه، عايزين نعمل حالة عن الماتيريال. الماتيريال اللي هي مادة صناعة السنان بالظبط، دي تركيبات تجميلية الخامة بتاعتها حلوة جدا، حلوة قوي. طب مين الـ 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 الشاطر في الموضوع ده؟ المعمل مش الدكتور. الدكتور بقى يعرض لك الحالة إزاي. لو شفنا صورة بعد دي، حالة زي كده، دي بقى الحالة جاية لي بالمنظر ده. أنا عشان أقول لك الدكتور الأسنان ده شاطر ولا لأ، ما تعرض ليش الحالة أسنان بس، أعرض لي الشفايف. إحنا كمان مفروض، إحنا قلنا إحنا خلاص مش دكاترة أسنان ولا دكاترة تجميل ابتسامة، إحنا دكاترة تجميل عموما. أنا بجمل لك وشك كله عن طريق الأسنان. حالة زي دي أنا طبعا لو أقدر أعرض وشها، بس مش هينفع عشان خصوصية ال ال أنا بنكتفي بالشفايف، فبنكتفي بالشفايف. صورة زي دي أنا بقى أقول لك أنا اشتغلت إزاي وعملت إيه، مش لازم أقعد أقول تفاصيل الأسنان والماتيريال، لا أنا هقول لك بقى إحنا عملنا إيه في السمايل كلها، في الضحكة كلها. دي أسنان تقريبا هي كانت بتشرب حاجة حمضية كتير أو بتحط ليمون في بقها. بص المنظر السنان ده متأكل قوي بالظبط، هي عايشة دلوقتي، هي مثلا تديها كام سنة بالسنان دي؟ بالسنان دي. عشان انا شايف الشفايف فانا عارف ان دي صغيرة. طيب وبرضو كلمتك ادتني انطباع انها صغيرة، بس ما تزيدش عن 30. طيب دي كده مثلا حوالي 31-32 سنة. طيب بنت عندها 31 او 32 سنة عايشة باسنانها، تفتكر ليه هي عايشة باسنانها كده؟ او هي ما عندهاش مشكلة مادية، طب ليه عايشة باسنانها كده؟ خايفة منه، هي خايفة وكسلانة، هي فاكرة ان تجميل حالة زي دي هيقعد شهور سنين. طيب لو شفنا الصوره اللي بعدها هتلاقي الحاله دي اتجملت بالمنظر ده، بالسمايل ده. فرق السماء والارض يا جماعه بين الصورتين، فرق السماء والارض بصراحه. يعني انت لما تشوف الصوره الاولانيه، انت قلت 30 عشان شايف الشفايف مكتظه، شو الشفايف اللي ادتني انطباع السن على فكره. لكن انا لو بصيت للسنان لوحدها اقول لك 50 بالظبط. هي كمان عشان عامله فيلر فباين ان هي اصغر في السن شويه. الفكره كلها ان في اربع ايام انا غيرت نفسيه الكلاينت بتاعي او المريض بتاعي من الحاله دي للحاله دي في اربع ايام. عنصر الوقت تايمينج، انا في اربع ايام غيرت لك حياتك كلها. كل الخوف بيبقوا خايفين ان الموضوع، بص اسناني عامله ازاي، ده انا هتعالج في سنتين، انا هزور الدكتور. طب ديك ازارتني كم مره؟ مرتين. طيب الحاله دي نفس الصوره اللي احنا عرضناها في الاول، هل انا لما اجي اعرض او اتفاخر بشغلي اعرض اول صوره ولا اعرض الصوره دي؟ لا اعرض الصوره دي. دي يعني اللي في ديت الصوره اللي على الشمال دي اللي هي هنحطها لوحدها هي نفس الصوره الاولانيه خالص على الكلوز بالظبط لما كنا حاطين الصوره. هي دي. لا وفي صوره بقى الاولانيه خالص، ما هيجيبوها لنا دلوقتي. هي نفس الصوره، هي نفس الحاله. طيب انا ليه مش بعرض للناس الصور دي؟ دي بتبين ان المعمل حلو قوي، انما الصوره الاخيره تبين ان الدكتور شاطر قوي، ان الدكتور عنده فكره ازاي يعمل سمايل، ازاي يعمل ابتسامه في وقت قليل في زيارتين. انا شفنا الصوره الجميله، سيبك بقى من الصوره اللي هي بتاعه المعمل الشاطر، خلينا في الصوره بتاعت الشغل نفسه، خلاص الابتسامه بالظبط. هي شفايفها من الاول كويس، لو احنا شفنا الصوره عن قرب شويه شفايفها من الاول كويس بالظبط. السنان زودت جمال الشفايف، لو شفناها تاني اللي هي بقى الصوره الفاينل هنلاقي ان السنان بينت جمال الشفايف بالظبط. هنا كمان في حاجه مهمه قوي، مهمه قوي ان يبقى الفيلر وتجميل الاسنان في نفس المكان. انا أصريت إن يبقى عندي دكتور جلدية معايا في العيادة. ليه؟ يجمل لي الشفايف، طريقة تحديد الشفايف مع دكتور السنان لو الاتنين في نفس العيادة بتطلع نتائج روعة. أنا لما يبقى عندي القسمين دول في العيادة مع بعض هطلع نتائج روعة، ولا أجمل الأسنان وأبعتها للدكتور تعمل فيلر، الدكتور ينفخ لها الشفايف على الآخر تجي لي تقول لي لا ده السنان كله مع بعض في حتة واحدة. هو ده الحل الوحيد عشان تظبط شكل الابتسامه. احنا دلوقتي
بنتكلم في ابتسامة، ما بنتكلمش في تجميل أسنان، بنتكلم في تجميل الابتسامة كلها. الجميل بقى ان انت تبقى ظابط الفيلر محتاجه قد ايه بالظبط، والسمايل يعني كيرف هتلاقيه مرسوم، السنان مرصوصة كويس، اللون كويس لاقي عليها. كل ده لازم برضو الكلاينت او البيشنت ياخد رأيك في الكلام ده. في اللون بالذات اللون جميل قوي ومتناسب مع بشرتها، هي بشرتها بالزبط. فتحة بالظبط، هي بشرتها فتحة، فرق بقى اظن بيبقى الرياكشن بتاعها مفرق. ده هوريه لك بعد الحلقة، ده بتعيط. عدد يعني ما يكون واحد عايز يعمل او واحد عايز تعمل هوليودي سمايل، هل بتسالك تقول لك عدد الاسنان اللي انا احتاج اعملها عشان اعمل هوليودي سمايل؟ هما بيسالوني سؤال اوحش من ده. ايه بقى؟ ده سؤال غبي قوي. لا مش غبي، بس بيسالني سؤال يعني عشان ده كده هو كده بيخليني اشرح اكتر النقطه دي. هو بيقول لك تجميل الاسنان بكام؟ ده السؤال الاغبى. السؤال بقى ده اكتر سؤال بيتسال لي في حياتي. لو سمحت بكام عندكم؟ بكام؟ بكام تجميل الاسنان؟ انا تجميل الاسنان لو شفنا حالات، في حالات انا محتاجه اجمل كل الاسنان 8 وعلى أسنان. فكره هي عشان تعرفوا بس احنا بنوصف السؤال ده بدايه، لان انت بتسال عن شيء مش محدد، انت مش حددته خالص ولا نعرف هو ايه اساسا، وبتسال قيمه ماليه. اولا السؤال على القيمه الماليه بالنسبه للدكاتره ده شيء مزعج جدا، مزعج لان اولا هو مش بيبقى الهدف، الهدف ان انا اعمل حاجه صح. حاجة تانية ان انت بتسأل على يعني اللي هو ايه بكام، يعني هو ايه اللي بكام؟ اصل هو منتج التجميل ده مش منتج التجميل نتيجة، هي مش عربية يعني بالظبط. فده بيتحدد بالعدد. لو شفنا حالة زي دي، طب دي محتاجة كام سنة للتجميل؟ دي محتاجة حوالي 10 اسنان. ليه؟ فوق على اليمين الدنيا فاضية، السنتين اللي في النص فيهم بروز، السنة اللي جنب اللي في النص ناحية اليمين مكسورة. طيب ده هيرجعنا لمصطلح الايه؟ العمرة اللي احنا بنقول عليها. انا ما بحبش حد يجي يقول لي، او مش ما بحبش حد يعني، اللي يقدر يعمل اسنانه كلها مع بعض في جلسه واحده يقدر ياخد تجميل مظبوط. لكن هتيجي تقول لي السنه دي مكسوره احشيهالي، طب ما الحشو هيقع بعد سنه، السنه دي طلع بره دخلها لي، اعمل سنه سنه كل فتره. الكلام ده كله اولا العيان بيقول لك انا بكره دكتور السنان، ليه؟ ما انا بزوره كتير قوي. طب حاله زي دي نجملها في كام يوم؟ 4 ايام، يوم جلسه شغل ويوم استلام. عمرة دي مصطلح العمرة اللي احنا اتكلمنا فيه، حالة دي احتاجت 10 اسنان فوق، السنان اتحضرت. طيب الخناقة الدرجة دلوقتي بتحضير ولا بدون تحضير، ببرد ولا بدون برد؟ يا جماعة السنة اللي محتاجة تحضير تتبرد بتتبرد، السنة السليمة اللي مش محتاجة اي تدخل بتفضل زي ما هي، ويركب عليها قشرة فينير بدون تحضير نهائي، تخشين فقط. طيب حالة زي دي 4 ايام، اولا طب بص لسن العينه كده فوق وبص لسنها تحت، فوق هتعدي ال 40 سنه وتحت ممكن 30 سنه، انا كده صغرت لها سنها في 4 ايام، صغرت سن العينه في 4 ايام. حاله زي دي يعني الحاله اللي فاتت كانت 10 اسنان، طب الحاله دي كام سنه؟ 4 اسنان. 4 اسنان بس ابقى عملت تجميل. فما فيش حاجه اسمها بكام التجميل، على حسب حالتك. انا لما اشوفك هنا بص دي اكتر، احنا صورنا فيديو عشان نعرف اكتر رياكشن هو بيعمله بيبان فيه كام سنه، طلع ده اكتر رياكشن هو بيعمله، ده اكتر رياكشن اتكرر في الفيديو اللي احنا صورناه. 4 اسنان اللي في النص بس هما اللي بيبانوا، طب نجمل له الاربعه بس، شايف التجميل ده كله، شايف كل سنانه ظبطت ب4 اسنان، لان هما اللي بره مظبوطين نسبيا بالظبط. من اول الناب وانت راجع احنا بيضناهم بس، انما ما عملنالهمش تجميل خالص. طيب لو شفنا بقى حالة تاني ممكن تحتاج مثلا حوالي 6 او 8 اسنان، دي 4 بس، الحالة اللي بعدها دي مثلا دي تحتاج كم سنة؟ لا دي تحتاج كتير ولا كتير ولا حاجة، 6 اسنان بالظبط. 6 بص المنظر عامل ازاي. 6 اسنان اتحول كده في 4 ايام برضو. الفكرة كلها في التايمينج. انت عارف لسه لغاية دلوقتي الناحية الشمال عنده ما بيحركهاش للآخر، يعني هو نفسه من كتر ما هو خايف، من كتر ما هو متضايق، متضايق من ناحيه شمال، مريح مريح يعني. بالظبط يعني هو دلوقتي بدا يفتح يعني يتشجع ويفتح بقه كله بالظبط. الحاله دي اتجملت بكام سنه؟ دي 6. لا لا اللي قبلها 6، دي برضه بتاعي 6، ما هو 2 دي سنه واحده. سنه واحده سنه واحده انت متخيل سنه واحده عملت له تجميل الراجل الحاله ثانيه حاله ثانيه اوكي. الحاله دي اتجملت بسنه واحده
سنة واحدة فقط عملنا له تجميل أسنان. فالفكرة كلها ما فيش حاجة اسمها بكام تجميل الأسنان. ممكن تبقى محتاج سنة، ممكن تبقى محتاج 4 أسنان، 6 أسنان، 8 أسنان، في ناس 20 سنة. حسب حالتك وحسب أنا الدكتور الشاطر اللي عنده ضمير أقل تدخل ممكن يعمله عشان أوصلك لأحسن نتيجة. مش تجيلي بسنة فيها تسوس أقولك أعمل لي 10 فوق و10 تحت، ده كده اسمه بيزنس الأسنان، ما اسموش تجميل الأسنان. الابتسامة اللثوية فيها نوعين، نوع دايركت بسيط سهل أي دكتور ممكن يعمله، ونوع تاني محتاج دكتور تجميل أسنان. إحنا كل حلقة بنتكلم عن الفرق بين دكتور الأسنان ودكتور تجميل الأسنان. ايه هو دكتور الاسنان؟ دكتور الاسنان اللي انت درسي بيوجعني يروح يحشيلك العصب، ده ينفع يجمل اسنانك؟ لا. دكتور الاسنان اللي هو درس العقل عايز يدخلها تروح يخلع لك درس العقل، هل ده ممكن يجمل لك اسنانك؟ ما يقدرش يجمل لك اسنانك. طيب مين اللي يقدر يجمل لك اسنانك؟ دكتور تجميل الاسنان اللي هيدرس وشك كله ويعرف يحدد طول الاسنان في التجميل هتبقى عامله ازاي. لو شفنا حاله زي دي، دي الحالات السهله في الابتسامه اللثويه. ليه سهله؟ لان السنه اللي باين منها جزء صغير، صح؟ بص السنه طولها اصلا قصير. انا طب انا بعمل بعالج الابتسامه اللثويه ازاي؟ بشيل من اللثه. لما اشيل من اللثه السنه هتكبر شويه، وده اللي انا عايزه. انا عايز السنه اصلا صغيره فهتكبر. ده دايركت. لو شفنا الحاله بعد هتلاقي احنا عملنا فينيرز، السنه كبرت، انا عايز السنه تكبر لان السنه اللي فوق صغيره جدا. العينه دي بتيجي تقول لك انا اصلا مش هممني ان الابتسامه اللثويه قوي قد اسناني صغيره قوي. مديه الاحساس بالطفوله اللي حضرتك لسه قايله، واحساس مش عايز اقول الغباء بس يعني بتديك احساس هو انطباع كده بالظبط. يعني الناس يسامحونا في التعبير بس زكي. هو ده الانطباع. مش يعني مش ذكي يعني باش. انت بتتكلم مع انت عارف انت الافلام كلها بتلعب على الاسنان عشان تدي انطباع لحكايه الغباء ده. اللي هو اللي انت شفت مثلا غبي منه فيه مستولين جه عملوا ايه لهاني رمزي؟ راحوا مركبين له اسنان بالظبط. ما فيش حاجه تانية. الحاله دي سهله، معظم الدكاتره يعرفوا يعملوها. معظم الدكاتره ليه؟ السنان صغيره، فلما اشيل من اللثه من فوق كده كده السنان هتكبر. ودي ركبنا لها فينيرز بس عشان في فراغات بين الاسنان. يعني دي لو ما كانش في فراغات بين الاسنان ما كناش هنعمل فينيرز، كنا هنقص اللثه بس. طيب لو شفنا بقى حاله تانية صعبه اللي ممكن الدكاتره، يعني انت ليه بتقولي الممثله دي ما عملتش دي شبه دي؟ هي أيوة. فعلا الممثله اللي انا بحكي عليها اللي انا ناسي اسمها هي فعلا عندها. هقول لك بقى السبب. العين دي، العينه دي على فكره اللي فوق ده هي عملت علاج الابتسامه اللثويه وتجميل للاسنان. متخيل؟ متخيل ان اللي فوق ده تجميل للاسنان؟ انت عارف هي راحت قالت للدكتور الاسنان ايه؟ هي ما قالتلوش انا ابتسامه لثويه، ولا قالت له انا اسناني كبيره، اسناني كبيره واللثه بتبان. طب هيعمل ايه؟ هيقطع من اللثه من فوق، سنها هتبقى كبيره جدا. يعني بص السن اصلا كبيره، سنتها اللي فوق كبيره. طب انا هعالج لك الابتسامه اللثويه ازاي وانا محتاج ان انا اقطع في اللثه؟ فالدكتور ده خاف يقطع في اللثه، السنان تكبر قوي، قام عامل لها تجميل بس على وضع نفس الوضع، خلى لها ابتسامه لثويه وحشه. يعني هي كان عندها ابتسامه لثويه عاديه، خلى لها ابتسامه لثويه وحشه. انت متخيل ان يعني عواقب او كوارث ان انت تروح تعمل تجميل اسنان عند دكتور الاسنان العادي اللي جنب البيت اللي بيعالج لك ضرسك اللي وجعك؟ الفكره كلها في التخصص، لازم تعملي تجميل الاسنان او تعمل تجميل الاسنان عند دكتور متخصص في التجميل. وبرده نفس المشكله اللي بتواجهني ان انا بقعد اعيد شغل قبل كده، نفسي حاله تجيلي انا بقى هو الواحد اشتغل. الفكره كلها بص بقى الحاله تحت، مفيش ابتسامه لثويه واسنانها صغرت. طب ده ازاي؟ على فكره العيانه الممثله الامريكيه اللي انت حضرتك بتقول عليها دلوقتي نفس الحاله اللي فوق، نفس الحالة. نفس الحالة اللي فوق. عشان كده هي راحت للدكتور خاف يطول لها اللثة. احنا عايزين الصورة بس تاني. عايزين الدكتور الأسنان مش عارف يعمل ايه، خاف يطول اللثة يقطع من اللثة، السنة تكبر قوي، العينة مش هتسيبه. انت كبرت لي، انا جاي لك بسنتي 10 ملي خليتها لي 13 ملي. بص بقى تحت احنا عملنا ايه؟ احنا عملنا حاجة اسمها ترحيل للأسنان، طلعناها لفوق. يعني قصرنا الاسنان من تحت وشلنا من اللثه بالليزر، رحلنا لفوق، السنان طلعت قصيره وما بقاش فيه ابتسامه لثويه.
ده لازم حاجة اسمها تصميم ابتسامة، لازم دكتور يبقى دارس تجميل أسنان، ده مش دكتور الأسنان عادي. عمال أكرر الجملة دي عشان كل شوية عيد حالة ورا دكتور. ده اسمه ترحيل للأسنان، أنا برحل لفوق مش بقص اللثة. طب ده بياخد وقت قد إيه؟ علاج اللثة بياخد حوالي 10 أيام، والفينيرز اللي ركبت دي 4 أيام، يعني كل الموضوع 14 يوم. وفي حالات بسيطة يعني اللثة بتبقى حالتها حلوة شوية بتخلص في نفس الأربع أيام بتوع الفينيرز. عندي حالتين كمان عايز ناخدهم ما نضيعش وقت فيهم. ماشي. حالة خاصة بالدروس الخلفية وسؤال، هل الدروس الخلفية لها أهمية ولا لا؟ الدروس الخلفية أنا بعرف بيجي لي حالة السنان اللي قدام مرفرفة. قبل ما يبدأ كلام بقول له أنت ما عندكش دروس خلفية. ليه؟ هو الدروس الخلفية دي ربنا خلقها عشان تمضغ الأكل. طب لو أنت الدروس الخلفية بتاعتك بايظة أو مخلوعة، عمضغ بقدام، تمضغ بقدام، يوم قدام عاملين إيه؟ مرفرفين شفت رفرفوا دي؟ مرفرفين لبر. زي الحالة اللي فوق دي، السنان رفرفت لبر، قام الدكتور مرفرف السنان اللي رفرفت لبره لبر. أنت متخيل اللي فوق ده تجميل أسنان؟ يعني أنا رحت دفعت فلوس وعملتها في 3 شهور عشان أجمل أسناني اللي هي باظت بسبب إن مفيش دروس خلفية. عشان كده مهمة قوي الدروس الخلفية إن هي تبقى موجودة، ما حدش يفرح إن الأسنان بتاعته اللي قدام موجودة. أنا ببتسم، بص السنان دخلت جوه إزاي؟ ده دي نفس الحالة اللي قبل دي. يعني لو جبنا الصورة اللي قبلها تاني بص هتلاقي السنان يعني دخلت لجوه كتير. بص الحالة بعد دخلت فين؟ بص الشفايف بتاعتها كمان بقت عاملة إزاي؟ فالفكرة كلها يا جماعة لو حد دروسه الخلفية مخلوعة بعد إذنك ازرعها، عشان أنت 2-3-4 بالكتير السنان بتاعتك هترفرف وتضطر أن أنت تعمل تجميل أسنان. بروز الأسنان من أشهر المشاكل. أوه. طب علاجه إيه؟ كل الناس عندها، في ناس كتير عندها بروز. خناقة. بص خناقة أهي، ده أنت تقول إيه؟ تقويم. وأنا أقول تجميل. طب ليه اخترت التجميل مع أن التقويم أحلى من التجميل بكتير؟ حالة زي دي الكلاينت دي أو البيشنت دي عندها كم سنة؟ 45 سنة. عندها مصانع. هل انا دلوقتي بيزنس وومن قد الدنيا وعندي حاجه 40 سنه هركب تقويم وامشي بيه 2 سنين؟ طيب ايه اللي خلاني كمان اتجه للتجميل؟ الحاله دي كلها حشوات، كل الاسنان اللي قدام دي مش اسنانها، ده حشو. اسنانها سوست وعملت حشو عصب، كل ده حشو دخل لجوه. عملت حشو عصب. انا عايز الصوره بس اللي قبل اللي فاتت. نرجع للصوره الاولانيه، ده السنان مرفرفه وفي حشو وفي حشو عصب. طيب انا هعمل تقويم وبعد التقويم هعمل تركيبات، لان السنان دي محتاجه كفرز او كراونز او ترابيش عشان تحافظ عليها. طب ما انا ممكن بالاول لو انا دكتور تجميل ان انا اظبط الاسنان بالتجميل في 4 أيام تبقى بالشكل اللي جه بعد ده. يعني 4 أيام وعملنا كده، عملنا كده بدل ما تعمل تقويم 2 سنين وبعدين نعمل تركيبات. طب ما انا ممكن بالتركيبات على طول ادخلك اسنانك لجوه كده. في بقى حاجه تانية ملاحظه جامده قوي، في كام سنه باينه في الاسنان فوق في الحلقه قبل في الضحكه بتاعتها، عدد اقل 6 أسنان. بص تحت في كام سنه باينه؟ كتير. 10 أسنان. ده هيعمل لي حاجتين، حاجه اسمها وايد سمايل، ابتسامتي هتبقى عريضه، وده حلو قوي. ده حلو قوي. حاجة تانية لما الابتسامة تبقى عريضة كده حجم مناخيري بيظهر. يا سلام. مش هي نسبة وتناسب. حجم مناخيري بيبان أصغر. زي جولي روبرتس. بالظبط. جولي روبرتس لما الابتسامة اتظبطت وعرضت. جولي روبرتس على فكرة المفروض تدوها كأطباء أسنان جايزة أفضل مشجع لطب الأسنان، لأن كل أفلامها القديمة تطلع بأسنان وحشة. شفت باشن ناين؟ تطلع بأسنان وحشة في الأول وبعدين تصرف فلوس وتتجوز من أمير ومش عارف إيه وبتاع وتتحول فتاة هوليودية جبارة. بالظبط. فهي الفكرة كلها القرار اللي أنا هاخده لازم يبقى قرار بعيد المدى. أنا هعمل لك تقويم وبعد التقويم هعمل لك تجميل. طب ما أنا ممكن بالتجميل أدخلك أسنانك لجوه. عملنا لها بالتجميل إيه؟ وايد سمايل. طب هي نسبة وتناسب، أنا ممكن مناخيري تبقى أصلاً مش عريضة بس باينة عريضة عشان سناني صغيرة. احنا عرضنا لك الاسنان وعملنا لك وايد سمايل، كل ده في 4 أيام. كل ده في 4 أيام. في 4 أيام. المره الجايه الابتسامه اللثويه هنبدا ب
الممثله اللي انا نسيت اتفرج على الفيلم واقول بات تيتشر. ماشي ماشي. انا شوف الابتسامه اللي سويها المره الجايه من ضمن حواراتنا الممتعه مع ضيفي العزيز الذي يبدع دائما بتبدع بجد. الله يخليك بجد والله يا دكتور عبد الله يعني بتبدع وبتقول لي كلام مختلف وحوار فروم يعني الديب انفورميشن من العمق. بحس ان احنا طول الاسبوع بنقعد نشتغل على افكار هنقولها الاسبوع بالزبط. ده وده حلو جدا وده اللي بيأخرني. ضيفي العزيز الذي يبدا دائما دكتور عبد الله متولي اخصائي تجميل الاسنان ومؤسس لمركز برايتي الاسنان وعضو جمعيه الامريكيه لتجميل الاسنان كان ضيفي في الناس الحلوه. ابدع واكيد انتم استمتعتوا عشان انتم اكيد الناس الحلوه. الأوزان الضخمة اللي هي كسر 200 كيلو 300 كيلو بيكون عندهم مشاكل متعلقة بالتنفس، متعلقة بالتخدير، متعلقة بجدار البطن السميك، متعلقة بالخبرة الجراحية اللي انت يعني هتعمل عندها تكميم ولا تعمل تحويل مسار. ازاي وصل يعني اكيد بيحكوا لك ازاي وصلوا ازاي سرح بيهم الوزن 330 كيلو؟ هو بيبقى طبعا بحكم اللي انا شفته عموما في السمنة المفرطة الاف الحالات بيبقى الموضوع جيني وراسي بحت. اهلا بكم. النهارده يوم مهم جدا في عالم جراحات السمنه وخليني ابدا كلامي بموضوع مخيف جدا. موضوع مخيف لانه لما تتخيلوه انا هكلمكم عن الناس الاكثر سمنه في العالم. لما تتخيلوا الناس دي هتترعبوا لان الناس دي ما بقتش كده بين يوم وليله، ما هي المساله سرحت منهم زي ما بيقولوا. فالسمنه وحش قد تامل له فياكلك يبلعك. أول واحدة الله يرحمها الأمريكية كارول ياجر دي توفت. كارول ياجر وزنها وصل 725 رطل، معرفش بقى هل هو رطل ولا كيلو جرام، مش متأكد من الرقم، بس يعني زي ما انتم شايفين كان وزن رهيب يعني. وحاولت تخسر وزنها لكن هي توفت سنة 1994 عن عمر كام سنة؟ 34 سنة، بعد توقف القلب بسبب السمنة المفرطة. وكان في الوقت ده تزن حوالي 500 وحاجة كيلو جرام. تاني واحد اسمه مانويل أوريبي. مانويل أوريبي ده مكسيكي وصل وزنه 560 كيلو جرام في عام 2006 وقال بيقولوا انه وصل 325، بس المسألة برضو مخيفة للغاية. في طفل أندونيسي اسمه أكبر علي وده اتولد في 2009 اتولد بوزن كبير جدا جدا، برضو الارقام مش واضحة قوي، ووزنه في الولادة كان 8.7 كيلو. وطبعا كانت الوالدة بتعاني، والدته يعني كانت بتعاني من مرض السكر، فعملوا له شق قيصري كانوا فاكرين ان هي توأم، كانوا فاكرين ان الولد توأم. وبعدين بعد كده طبعا كبر الولد، معرفش كان في صور له هو كبير شوية عن كده، لكن واحد من الأطفال السمين جدا في العالم. الناس دي مخيفة ليه؟ الناس دي مخيفة لأنه الناس دي معرضين لكل المخاطر اللي تتخيلوها في الدنيا. سكر بقى ومشاكل في ضغط الدم ومشاكل في القلب وحاجات كلها كريتيكال. يعني مشاكل القلب هنا احنا بنتكلم على فرص جلطات في القلب، ذبحات صدرية، فرص توقف عضلة القلب بأي شكل من الأشكال، سكتات دماغية، كل الحاجات اللي هي بقى اكستريم. يعني مش هنقول بقى يعني احنا مش في رفاهية ان اقول لكم لا ده الركب هتتأثر والعمود الفقري، طبعا ما الكلام ده، ما لا في ركب بتستخدم ولا في عمود فقري اساسا موجود يعني شغال. بس هرجع اقول تاني جملة، ان الناس دي اتسرقت. الناس اللي وصلت 500 كيلو دول ما كانوش من يوم وليله 500، هم كانوا في يوم من الايام 80 و90 و100 كيلو، بس سرحوا بقوا 150 بقوا 200 بقوا 250 بقوا 300. في مقاسي في الموضوع ده. جراحه سمنه للناس دي برضو امر محفوف بالمخاطر.
حقيقة يعني لما نقف هنا بقى احنا بنتكلم مثلا على المريض 300 400 كيلو هنعمل له جراحة سمنة وقدرة القلب بتاعته ممكن تكون 25 الإيجكشن فراكشن بتاعه 25 يعني احنا بنتكلم في هارت فيلير. نقف بقى وزي ما بيقولوا كونسولت. الحوار هنا النهارده مهم جدا جدا. تعالوا رحب بضيفي العزيز الاسم المتميز للغايه والحقيقه احييه على ان هو اختار هذا الموضوع للحوار، موضوع شائك، واحد من سوبر ستارز هذا المجال، والحقيقه بيسعدني دائما الحوار معه، صاحب يعني شخصيه علميه متميزه وحضور علمي راقي للغايه، الاستاذ دكتور كريم صبري، استاذ جراحات السمنه والمناظير بكليه الطب جامعه عين شمس، وطبعا المدير لوحده جراحات السمنه بمستشفى وادي النيل، وزميل كليه الجراحين الملكيه بانجلترا، عضو كليه الجراحين الامريكيه، والحاصل على اعلى تصنيف جوده دولي في جراحات السمنه. منور يا دكتور. اهلا وسهلا، منور حضرتك. انا عايز الاول اسالك طبعا تعريف السمنه المفرطه هتشرحه لنا، مؤشر كتله الجسم يعني ايه، لماذا اخترت السمنه شديده الافراط؟ تحياتي لحضرتك وكل السادة المشاهدين وكل فريق العمل. والحقيقة طبعا السمنة المفرطة شديدة الخطورة اللي هي يعني اخترنا الموضوع بتاعها النهاردة فوق الـ200 وفوق الـ300 كيلو، بنلاقي فيها متعة شوية في العمل وفي انقاص الوزن. يعني طبعا بتبقى محتاجة جاهزية واختبار للذات واختبار للقدرة الجراحية عموما. ف الأوزان الضخمة اللي هي كسرة 200 كيلو 300 كيلو بيكون عندهم مشاكل متعلقة بالتنفس، متعلقة بالتخدير، متعلقة بجدار البطن السميك، متعلقة بالخبرة الجراحية اللي انت يعني هتعمل عند تكميم ولا تعمله تحويل مسار، تجهيز الآلات بتاعتك. طب الإرجنومكس بتاعت أقول لحك حاجة ملخص سريع كده، الأسبوع اللي فات كان عندنا حالة من ضمن الليستة الجراح دخل فيها، دخل عمليات، دخل بالكاميرا ودخل بورتاته، البورتات بتاعت الكاميرا، ولا الحجم الكبد ده كبير، وكان عندها المرارة كمان ما قدرش يشيلها وطلعها، وقال لها الأمانة تستعد ان انا اطلعك من اوضه العمليات وانا مش هعمل لك العملية. الحقيقة يعني احنا بنشكره طبعا لانه هو خلاص قدراته الجراحية لا تتعدى. الحقيقة طبعا وانا مع الدكاترة المساعدين وانا شغال بيسألوني، يعني احنا جات لنا يعني احنا نيمناها تاني ودخلنا المنظار، بس فتحات منظار في حاجه اسمها الارجنومكس او بارياتريك سيرجري يعني او اللابروسكوبيك سيرجري عموما، ان تدخل البورتات في الاماكن اللي هي دي حاجه تقنيه، ان انت ازاي تدخل البورتات المنظار طبقا لحاله الجسم او كتله الجسم دي ارت. هو لما دخلنا فتحات المنظار في الاماكن اللي هي المفترض ان هي بتدخل فيها، العمليه عدت اتيز مشت كويس جدا، فبيسالوني بيقولوا لي هو الخطا فين، يعني هو الجراح ليه ما عملش الحاله دي رغم ان هي ماشيه اتيز. فقلت لهم ده فيلير في ارجونومكس، هو مختار فتحات منظار مختلفه خالص، هو شغال مزنوق، انت بتشتغل اتيز، انت قايس المقاسات المظبوطه بتاعتك ومدخل منظار. هي دي ببساطه يعني الهندسه الفراغيه مهمه جدا، الهندسه الفراغيه اللي هي تخيل الاماكن بتاعت كل شيء قبل ما انا تدخل. ده ارت. واللي مش هيفهم الارجنومكس او كيفيه ان هو يتعامل مع المنظار هو مش هيعرف يعمل جراحه اصلا مظبوطه، وربما تكون حاله سهله بس هو صعبها على نفسه، وربما تكون حاله تقدر تعملها وتعتزل العياء. ما هي زي بالظبط انت لما تدخل عربيتك بتظبط الكرسي وبتظبط، هو ده الارجنومكس، هو ده فن استخدام المنظار او فن علم المناظير عموما. طبعا الحاله اللي هي فوق ال 200 كيلو انت محتاج عندك تشالنج كتيرة، اما جدار بطن سميك وانت دكتور التخدير اصلا اللي هو بنايم عيان 300 كيلو ده بيبقى يعني حاطط ايده على قلبه وعايز ينام في وقت قصير، بتبقى متعقم ومظبط الاتك، المساعدين موجودين، الدباسات مفتوحه، التخدير واقف، احنا هنبتدي مع بعض. الادويه بتاعت البنج انت هتستخدم ادويه ايه؟ العيان ده مش محتاج ينام، انت محتاج يعني بعد نص ساعه بالكتير نقطه اصحى يلا على طول اطلع خلص نفسك، يعني ما تقعدش فتره كبيره. فيعني هي محتاجه طبعا تكامل وجاهزيه عاليه جدا في ان انت تعمل عيان فوق ال 200 و 300 كيلو. عيان اسمه احمد جمال صديق يعني الاسبوع اللي فات 270 كيلو عملناه في من اسبوعين ثلاثه في المستشفى. وكان بيتحرك 270 كيلو ده؟ هو ده من ضمن الناس اللي كانت بتتحرك الحقيقه. كان بيتحرك بس عنده وجع في المفاصل غير عادي. طبعا يعني وجع في المفاصل غير عادي. الحقيقه طبعا العمليه بتاعته والله تمت في 30 دقيقه.
في احد المستشفيات بتاعتنا 30 دقيقه. ليه؟ لان انت جاهزيه محتاج بورتات يعني تكون على جهاز اكسترا لونج، محتاج الات جاهزه، انت يعني مجهز نفسك لهيت اند رن، هي وقت قصير تعمل عمليه تخرج بالسلامه. الحقيقه اللي نايمه معايا الاستاذ الدكتور طارق سعيد في مستشفى الشفاء في التجمع، من الناس اللي هي الاحترافيه في، وكل طاقم يعني كل فريق العمل التخدير طبعا انا بحييهم كلهم لانه بنايموا حالات صعبه واصعب من دي كمان طبعا، وكل فريق التخدير عشان بس ما حدش يزعل طبعا منهم لانه بنايموا حالات فيها صعوبات تخديريه كبيره. برضو الاسبوع اللي فات منايمين عيان عيانه من ضمن العيانين مخدرين اللي كنت قلت لحضرتك عليها تعبير منها تخديريا اللي كنت حكيت لحكي عليها من قبل الحلقه، عندها تكمع دهني كبير في المنطقه دي. الرقبه كده مفيش اصلا مسافه يدخل فيها الانبوب، يعني الانبوبه دي محتاجه، هو ما دخلش الانبوبه بيبقى يعني في السياتر ده عايز فايبر اوبتيك معايا جنبه، لو مش عارف يدخل بيستخدم الجهاز على طول عشان يعني انت مش تدي العيان تخدير وتقول له انا مش هنيمك، ما هي الوضع لازم يكون على جاهزيه عاليه جدا. هو انا اخاف من البنج ومن التخدير كمريض فوق ال 200 و 300 كيلو؟ احنا ما عندناش اصلا اوزان، يعني احنا ما جبناش 61 كيلو بننيمه، يعني احنا عايزين كل العيانين كاسرين الكتله العاليه عشان نبتدي نعمل، احنا مش متفاجئين بالتخدير بتاع العيان الصعب المليان اللي هو اللي رقبته ضيقه اللي طول الليل عنده مشكله في التنفس اثناء النوم شخير وعنده وخايف من التخدير، هي دي حياتنا يعني. يعني التخدير مش متفاجئ ان هو بنايم عيان 200 كيلو، وهيجي مثلا عندك لسته لسه طويله يعني في يوم معين والتخدير هينقي بقى الحاله ال 170 كيلو نايمها او 120 كيلو نايمها والحاله ال 270 و 300 ما نايمهاش، طبعا هو عنده الجاهزيه الكامله لذلك. تيجي على ترابيزه العمليات، انت عندك على ترابيزه عمليات تستحمل الوزن 200 كيلو ولا هتدور على ترابيزه تستحمل 300 كيلو، لازم تكون مجهز الادويه البنج. مش كل الادويه البنج تصلح في هذه الاوزان، انت محتاج تجهز نفسك. مش هدور على دباسه اكسترا لونج اشتغل بيها او دباسات معينه او دبوس الهايت بتاعه مش مختلف، ما هي دي جزء من حياتنا يعني مش متفاجئين بيه خالص. فالناس تطمن جدا اللي هو وزنه كسر ال 200 او 300 كيلو او اكتر، يعني الحقيقه تشالنجز كتيره جدا لكن تتعمل. انا ليا اصدقاء كتيره زي محمد الزغبي من بورسعيد، انا بذكر اسمه لانه انا بفرح بيه دايما طول الوقت، كان 330 كيلو 330 كيلو نزل 200 كيلو في الكلام ده من 4-5 سنين، وكان نزل من 330 ل 100، هو ليه فيديوز قديمه على اليوتيوب وفيديوز جديده ثانيه بعدها بفتره، وكان نزل 200 كيلو في اول ما نزل لحد 130 وبعد كده رفع ثاني ل 140 و150، كان ليه قصه يعني في استخدام العسل الاسود، كان بيحب العسل الاسود وكان بيشرب كميات كبيره وبقى زاد في الوزن ثاني شويه، وبعد كده عملنا له تحويل مسار معده مصغر من اظن من 6 شهور اكمالا بقى، كان عايز يوصل بقى مش عاجبه ال 130 140 بعد 330، فهو عايز يوصل 70 80 كيلو، فجهزناه عملنا له تحويل مسار معده مصغر. هو صديق شخصي يعني بحبهم، انا بس يعني سؤالي بنبقى اصدقاء بعد العمليه. بحكم الصداقه ديت ازاي وصل، يعني اكيد بيحكوا لك ازاي وصلوا، ازاي سرح بيهم الوزن ال 330 كيلو؟ هو بيبقى طبعا بحكم اللي انا شفته عموما في السمنه المفرطه الاف الحالات بيبقى الموضوع جيني وراثي بحت، يعني معظمه بيبقى سبب كميات كبيره قوي. طبعا الجسم كل ما يكون كل ما بيزيد هو الجسم بيتعود على انه يستهلك الطاقه العاليه، بيزيد في الوزن اكتر، بتلاقيه طبعا زاد اكتر واكتر، الجسم شراهته بتزيد اكتر واكتر، دايره مفرغه. لما حامل كان قاعد 6 شهور في رعايه مركزه مش قادر ياخد نفسه، عايش بسباب مركب قسطره، يعني قصدي كان في يعني ما بيقدرش يروح حمام، يعني ليه صور ببعتها لي بيركب حاجات موتوسيكلات او فيسبا وحاجات جميله، كان حلم بالنسبه له يعني حاجه بتفرج عليه كده حلم جميله خالص. يعني ان حد يعني الناس دي طبعا بتعيش حياتها، تخيلوا بقى ان حد يوصل مثلا يبقى سنه 30 سنه فيعمل جراحه سمنه في الوزن ده فيبدا حياته بقى من وهو عنده 30 سنه. هو محمد كان عنده 31 سنه سنه بالظبط، انا بحكي لك والله 31 سنه بيبدا حياته من السن ده، يعني كانه اتولد ده بجد بقى. أيوة. التعبير كلمه انا اتولدت النهارده ده اللي احنا بنقوله في الافلام او بيتقال في السينما وعلى لساننا في كل، لا ده فعلا بيبقى اتولد اليوم ده، وقبل كده ده انا مش ذكريات كلها حزينه انا مش عايز افتكر. صحيح. سؤالي بقى يعني دلوقتي
المريض اللي بالوزن ده جاي عنده مشاكل في قلبه واكيد مشاكل في التنفس وجاي ممكن يكون عنده مشاكل في ضغط الدم والكلى، هو جاي بمجموعه مشاكل كل واحده فيهم عامله زي ما بتكون قنبله موقوته. انت ماشي تعبير الادق في جراحه السمنه في الحاله دي كانك ماشي في حقل الغام. انت عارف حقل الغام بتتعمل ازاي؟ صحيح طبعا. احنا الجاهزيه العاليه هي الحل، الخبره العاليه للجراح. انا داخل اعمل عمليه تكميم او تحويل مسار، مش بس بعمل عمليه، انا يعني تجهيز كله، ولا عين ما يعرفش غير الجراح. التيم بتاع الجراح نفسه هو بينفذ حاجات في، يعني انا جزء من حلقه، يعني او جزء من مجموعه حاجات بتعمل تحضير على اعلى مستوى من الجاهزيه. يكون معاك طقم يعني استشاري تخدير على اعلى مستوى، معاك جاهزيه في الاستخدامات، المستهلكات الطبيه الامريكيه الاحدث في العالم. انت مش داخل تجرب حاجه معينه، يعني انت داخل تعمل تاسك معينه وتخرج بوقت قصير، وقت بينج قصير، عايز تفيد العيان ما طلعوش بمشاكل. فهي الجاهزيه العاليه للجراح، الجاهزيه العاليه للتخدير، خد الاوبتيمم في كل حاجه بحيث ان انت ما انتش داخل تخاطر، يعني انت داخل تعمل اقصى حاجه ومجهز اعلى حاجة. حتى يعني انا عايز اقول لحضرتك، مش بس فريق الجراحه ولا فريق التخدير بس، التمريض في حد ذاته مهم جدا. انت بتشتغل في ظروف ملائمه تخليك تعمل عمليه في وقت قصير، يعني حتى رفعه، يعني انت ممكن ترفع السرير، يعني عايز تنقل العيان من مكان لمكان، محتاج طريقه لذلك، محتاج متابعه. ما انت ما عملتش عمليه وسبت العيان مش يروح كده، ما انت محتاج، ممكن يعني طبعا محتاج تحفظات على ادويه الضغط اللي بياخدها، تنظيم ادويه السكر اللي بياخدها، كان بياخدها قبل العمليه، محتاج ادويه مضاده للتجلطات. الوزن الضخم مع قله الحركه قابل لان هو يصاب بالجلطات. قد ايه بتدي له ادويه للسيوله ما قبل العمليه بليله، وقد ايه بتدي له لمده قد ايه ما بعد العمليه، هل بيشرب كويس ولا ما بيشربش كويس ما بعد العمليه، لان طبعا دي حاله تعتبر محتاجه جاهزيه عاليه جدا، حاله قنبله فعلا زي ما بيتقال عندنا في عرف الجراحه. دي من الحالات اللي هي الصعبه اللي محتاجه جاهزيه عاليه جدا. واذا لم تكن هناك، انا يعني انصح تماما، اذا لم يكن هناك الجاهزيه العاليه لاجراء هذه الجراحات في اي مكان، نعتذر عنها. عندك مكان جاهز لاجراء العمليه، عندك الحرفيه التامه لطاقم التخدير، ما انت ممكن تكون جراح محترف بس بتشتغل في ظروف غير ملائمه، ما عندكش سيتر، ما عندكش فنتليتور حلو، ما عندكش رعايه مركزه اذا احتجت رعايه مركزه، ما عندكش مستهلكات طبيه تكفي لذلك. اعتذر عن الحاجه، اعتذر حتى تجهيز الاشياء، حتى تجهيز لكن طبعا انصح بوجود الجاهزيه العاليه، الاماكن المختصه لاجراء هذه النوعيه من الجراحات. انا يعني طبعا الاوزان فوق ال 200 و 300 كيلو دي حاجات محتاجه يعني تعملها. بالظبط، ما تحطش العيان في موقف حرج، دي قاعده جراحيه. اذا يعني توافقت الظروف تخديريا وجراحيا ومستهلكات على اعلى مستوى والخبره الكافيه، اعمل اي حاجه واعملها بامان، ما تقلقش. نفسي اسمع مريض سمنه بقى شديده الافراط وهو بيحكي، يعني ده ممتع جدا. ده اللي هو هيقول الزبد زي ما بيقولوا، هيعبر عن حياته اللي كانت صعبه جدا. كتير منهم بيبقى ما خرجش من البيت. انتوا عارفين ان في ناس منهم اخراجهم عشان نعمل عمليه ده موضوع صعب جدا، انه ما بيقدرش يخرج من باب البيت. صحيح، الباب بتاع الاوضه بتاعته ما بيقدرش، هو بيبقى حمام جوه الاوضه مثلا، او بيبقى يا دوبك يعدي كده من باب الاوضه، لكن ينزل بقى من باب البيت على السلم على تحت، دي بتبقى عمليه تقنيا صعبه جدا، نقله على السلم صعب جدا جدا جدا. لانه مثلا انتوا تخيلوا، مثلا خلينا بس نفكر كده، انه مثلا لو 300 كيلو او 350 كيلو مفيش قطعه اساس اللي هو اصعب حاجه في النقل، صحيح، وزنها 300 كيلو مفيش، ولا فيه يعني مفيش مثلا يعني حاجه بتتفكك، كل حاجات بتتفكك وترجع تتركب تاني. هنا مش نقدر، الراجل ده لازم يتنقل كله، فشيء صعب، وساعات طبعا في ديسابيليتي، فالموضوع كله بيبقى صعوبات شديده للغايه، واحنا بنبقى قدام حاله كريتيكال فعلا جدا. هنسمع دلوقتي حاجه كده تورينا ازاي هذه الجراحات بتفرق في حياه المرضى. انت نورتني واسعدتني وابدعت كالعاده. شكرا. ضيفي العزيز الذي يبدا دائما في حواره الاستاذ الدكتور كريم صبري، استاذ جراحات السمنه والمناظير، استاذ بكليه الطب جامعه عين شمس، والمدير لوحده جراحات السمنه بمستشفى وادي النيل، وزميل كليه الجراحين الامريكيه الملكيه بانجلترا، وعضو كليه الجراحين الامريكيه، والحاصل اعلى تصنيف دولي في الجوده في جراحات السمنه، كان ضيفي في واحده من حلقاتنا الممتعه في الناس الحلوه.
وخليكم مع الناس الحلوة. أنا اسمي محروس محمد، عندي 23 سنة، عامل عملية تكميم معدة من 8 شهور، كان وزني بالعملية 285 كيلو، دلوقتي بقى وزني 160 كيلو في أقل من 8 شهور، دلوقتي بقت حياتي طبيعية جدا كتير عن الأول، وبقت كويس عن الأول بكتير. قبل العملية كنتش بعرف أتحرك ولا بعرف ألبس ولا كده، ولا حياتي كانت متدمرة، دلوقتي بقت حياتي كويسة الحمد لله، وبقيت بمشي طبيعي وبروح في كل حتة عادي، وبقت حياتي كويسة عن الأول بكتير، والحمد لله اتحسنت عن الأول بكتير. ولسه برضو ان شاء الله في نزول عن كده بكتير، وان شاء الله يعني في تصوير تاني وبشكل جديد ومنظر جديد ان شاء الله. كل ما حضرتك بتيجي بدري كل ما مشكلتك نقدر نحلها لك بنسبه اكبر، تصل الى 100% لو انت جاي بدري. يبدا بقى يقول لك انا بحس ان انت الرجل حجرت ورجليا بقت زي كيس الرمل. انت عارف كلمه كيس الرمل دي عندنا معروفه جدا، يقول لك رجليا بتتقل عامله زي كيس الرمل، بجرجر فيها بتزحف. انا بساعدك انك ترجع شبه طبيعي، انت مش بتبقى طبيعي بنسبه 100%، والكلام ده مش انا النتيجه لتقصير مني، ده هي دي الحقيقه اللي انت لازم تبقى فاهمها. مريض الهشاشه الاولويه. دكتور محمد صديق هويدي، أستاذ جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري وجراحات الانزلاق الغضروفي، كلية الطب جامعة القاهرة، عضو الجمعية المصرية والعربية لجراحات العمود الفقري. أهلا بكم. ألام العمود الفقري وألام الظهر ألام مشهورة جدا في مصر، والحقيقة من الألام اللي بتصير في نفسي أنا كرجل طبيب الاستغراب الشديد جدا. ليه؟ المريض ما يعرفش ينام، والألم بتزيد، والألم بقى لها سنين، والمريض في منهم نسبة صريحين مع نفسهم، ناس استفادوا جدا من الثقافة الطبية اللي قدمناها، فعارفين يقبلوا إيه ويمشوا إزاي، وهنعرف النهاردة طريقهم المستقيم. لكن في مرضى تانيين نسميهم، أنا بسميهم الهربين، بدلعهم قولهم أنت هرب يا ولد، أنت هرب يا عم، انت هربة يا ست، يهرب لأي حاجة، يهرب لمسكنات ألم. طب المسكنات لغاية امتى؟ يهرب مسكنات وردة، بس مش هو ده العلاج، ده مسكن، حتى اسمه كده مسكن ألم. والمثقفين قوي وحتى الناس البسطاء بقوا فاهمين دلوقتي، يقول لك يا باشا انا ماشي على مسكن بس ما خدتش، لسه ما استمرتش او ما خدتش علاجي او ما تعمليش العلاج المظبوط. حاجة تانية، الهروب بقى لمناطق غريبة جدا، علاج المشكلة بدون جراحة وبدون ألم. ما هي لو تستحق العلاج بدون جراحة ماشي، لكن مش كل مشكلة تستحق العلاج أو تنفع فيها العلاج بدون جراحة. ويعني إيه علاج بدون جراحة وبدون ألم؟ يعني أنا محدد المسألة أشبه بالظبط يعني بمثلا واحد فاتح محل لبس ويقول أنا ببيع بنطلونات بس، طب الجواكت؟ لا أنا بتاع بنطلونات. طب يا ابني التيشيرتات؟ انا بتاع بنطلونات. ماشي هو حر، لكن افرض واحد داخل عايز يجيب لبس يعني كامل، هياخد بنطلونات بس ويمشي من فوق فله؟ الطب ما فيهوش حاجه اسمها وبس، في احتمالات علاج. الهربين دول حوارنا ليهم النهارده، هتهرب لغايه امتى؟ ومشاكل ودواعي وانزلاق الهروب هيوصلك لايه؟ منزلق الهروب، الهروب ده منزلق زي الزحليقه بتاع الزمان، لو انت استمريت هتقع في بير وعمق خطير للغاية. ضيف العزيز هو أبرع من يستطيع أن يشرح لنا هذه الزحليقة ويتكلم على هؤلاء الهربين، لأنه أعتقد أن هو بيشوف هربين من دول كتير قوي، وأعتقد أن كلمة هربين لفظ استساغه كثيرة. أستاذنا أستاذ دكتور محمد صديق هودي، أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك دكتور أيمن. عجبتك الهربين؟ جدا. بتشوف منهم كتير؟ معبرة قوي عنه الحقيقة. بشوف في المهربين وفي المأوحين وفي المستبيعين الحقيقه. مستبيعين؟ والله هم كلهم هربين. يعني هو يعني ما بقاش مستوعب بالمشكله، او يبقى حد مبسط له الموضوع، يقول لك انا ظهري بقى له 25 سنه بيوجعني، رقبتي بقى لها 10 سنين 12 سنه وجات لي شويه وراحت، بس دلوقتي ايدي مش عارف ارفعها، بس دلوقتي مش عارف امسك الحاجه، وايديا يعني ما عادش بعرف امسك القلم، الكوبايه بتقع من ايديا، ده أنا لو طلعت السلم هو دور واحد. هي القصة أنت وصلت لهذه المرحلة إمتى؟ ووصلت لها إزاي؟
يعني الموضوع ما كانش بالبساطه انك انت لما صحيت اول امبارح لقيت نفسك تعبان، رجلك وقفت، ده انا وطيت مش عارف ارفع ظهري، ده انا مشيت مشوار مش عارف اكمل 200 متر، ده انا قعدت مش عارف اقف، ده انا بقوم محني. ما بتحصلش فجاه. ومشاكل العمود الفقري الحقيقه العمود الفقري ده حمال الاسيه حقيقي، حمال اسيه في مصر بالذات، شغله ومرمطه ووزن زياده ومطبط في الاراضي وكراسي بايظه وكراسي بايظه، ده اللي على كراسي ده، في ناس يا باشا حياتهم موطي في الارض وبيشتغل في حالات واقفه وبيشتغل بفاس في ناس واقفه طول اليوم يعني غلابه طبعا طبعا يعني انت عندك مجتمع نص مصر واقفه، عندك مجتمع بيشقى يعني مجتمع شقيان. هي ست البيت اللي عندنا زي اي ست بيت في الدنيا يعني التكنولوجي فين يعني؟ ده بتقوم وتوضب وتغسل وتمسح وتطبخ وتاكل، تودي اولاد مدرسه او ما توديهمش، يعني مشاكل كتيره جدا. وما فيش حركه بقى، ما فيش رياضه، ما فيش ثقافه الرياضه، ما بنتحركش كتير، ظهرنا بيتعب، ومتعودين بقى نقضيها ببرشامتين بمسكن بروشته قديمه بالصيدلي اللي جنبنا بيحل لنا الموضوع مؤقتا. هنذهب الى المنطقه الاولى في حوارنا الحالي، حوار مثير جدا، لانه زي ما انا قلت عنواننا النهارده مطارده الهربين. في فيلم زمان قوي كان اسمه الهارب، كان مسلسل كان مشهور جدا في الستينات والسبعينات اسمه الهارب. النهارده الهارب هو المريض للاسف، وهذا الهارب لازم نحن عليه ونفهمه بالراحه انه في النهايه هيهرب لغايه فين، زي ما في الافلام العربي هتفضل تهرب لغايه امتى، ده السؤال. تعالوا نشوف مع بعض الأبيض والأسود والرمادي. أبيض أسود أم رمادي؟ آلام العمود الفقري والعظام هي أقصى أنواع، واحدة من أقصى أنواع الآلام. المشكلة دائما أن المريض يريد حلا فوريا. أبيض أسود أم رمادي؟ طبعا أبيض، يعني كلام واضح. هو بيبقى جاي على أمل، هو حقه طبعا أن هو يتعالج بسرعة ويخف بسرعة، بس احنا بننظر الامور بقى نظره تانية مختلفه تماما. يعني انت عاده هو استنفذ وقت مهم جدا في طريقه حياته كانت سيئه، ويجي بقى في اللحظات الخطيره جدا دي وبيطالب بقى ان الامور تمشي زي ما مشيت زمان. بمعنى في وقت من الاوقات كان ممكن العلاج بتاعه شويه راحه وشويه مساج او تدليك او جلسه واحده من العلاج الطبيعي كانت حلت مشكلته. الموضوع زاد، هو استنفذ ده بقى عند المجبراتي وعند في البيت، وجابوا عيل قعدوه على ظهره او على ظهرها، ودايما يقول لك انا جبت الواد الصغير عندي في البيت وقعد يتنطط على عمود الفقر وعلى الظهر كده، بحيث حسيت بعدها ان انا رقت. طب انا بجيب الواد دلوقتي وبقول له اتنطط يا واد، ما بيتنطط بس لسه الوجع زي ما هو. احنا بنقول العمود الفقري الامه كانت كتيره وسبناه. طيب هو ما بيقفش عند اللحظه دي، ما بيفضلش بنفس الالام بنفس المرض، لا ده بيزيد، بتبدا الاول خشونه صغيره دي كان العلاج بيجيبها بنسبه 100%، التهاب في الاربطه او في المفاصل العلاج كان بيجيبها بنسبه 100%، دخلنا بقى بعد كده في حاجه زي تشوه او انحناء في العمود الفقري العلاج عمره ما هيجيبها 100%، دخلنا في انزلاق غضروفي، ها بدا الغضروف يكبر وينزلق يجيب لي 70-80%، دخلنا بقى في انزلاق فقاري العلاج عمره ما هيجيبه 0%. يعني لما واحد يجي لنا بقى الفقره بتاعته الغضروف التاكل والفقره بقت سايبه وتحركت ومنتظر ان العلاج هيخففه، العلاج مش هيجيب حاجه. هنا العلاج خلاص ما عادش في علاج غير التدخل. وبعدين التدخل هنا محفوف بالمخاطر، يعني التدخل انت ظروفك ايه عشان اعمل لك عمليه؟ يعني لو عندك هشاشه متقدمه يبقى العمليه ساعات مش هتدي النتيجه. لو عندنا مشاكل متقدمه في الكبد او مشاكل في السكر او مشاكل في الكلى او فشل كلوي او غسيل كلوي، النتائج برضو بتاع الجراحات مش هتبقى مرضيه، لانك احنا برضو عندنا مبدا ان اللي بيعمل عمليه خلاص بقى عايز ربنا يغفر له كل الامه السابقه وذنوبه السابقه وكل حاجه ويرجع كما والدته امه. الكلام ده ما بيحصلش في الطب. يعني انا مش ما عشان عملت عمليه يبقى كل الالام اللي انا رايح لك بيها تخف. نحن اصحاب السؤال الثاني بقى، نحن اصحاب زي ما بيقولوا المقام الرفيع في الجلوس بوضعيات خاطئه والتهور في حمل احمال ثقيله تؤدي الى مشاكل مهلكه. ده حقيقي ابيض طبعا، ده حقيقي طبعا. يعني من اول ما يبقى طفل وهو رايح المدرسه وشايل شنطه قد كده، ولما يجي يقعد على مكتب ما عندوش مكتب في البيت وبيوطي وبينام على السرير معوج وواخد كل الاوضاع، ودول بيجي لنا كتير جدا في سن ال 12 لحد 18 سنه، العمود الفقري بقى معوج على جنب وبقى كتف ساقط وكتف نازل، وبنشوفها في البنات. يعني البنات لما بيوصلوا لسن 16 17 يبدا بقى مع النمو بتاعهم
يبان الاختلاف، يعني يمكن الاولاد بيتاخروا شويه لكن بيبان هذا المشاكل. بنشيل شيله غلط يحصل كسر في الفقره، شيله طبعا بنوطي رفعنا حاجه تقيله جدا وشلناها على ظهرنا، حصل كسر في الفقره، الفقره اتكسرت، فقره متكسر بتتحدف لقدام وتاخد معاها الحبل الشوكي، شوف الحبل الشوكي اللي هو الخط الاسود اللي في النص ده بقى عامل ازاي، بقى مشدود زي الاستك. طيب كسر زي ده ممكن يعمل ايه لو ما اتلحقش؟ بيعمل ضمور في الحبل الشوكي، يجي المريض بقى عنده ضعف في الرجلين، ضعف في المشي، صعوبه البول مش قادر يتحكم فيه، الالام الرهيبه جدا. دي صوره بقى بتاعه يعني قمه الماساه بقى اللي ممكن الدنيا كلها تضحك علينا بسببها. يعني الفقرات ثابت من بعضها ومش فقره واحده، ده انا عندي فقره والثانيه والثالثه والرابعه، بقى عندي اربع غضاريف واربع فقرات سايبين في ظهري. طب ازاي اسيب نفسي لحد ما اوصل لهذه اللحظه وعايز تروح للدكتور ويدي لك روشته تخف عليها؟ دي في المؤتمرات يقول لك دي فعلا حقيقيه ولا انتوا رسمينها؟ بالتريقه بجد؟ ايوه طبعا. يعني دي جمله معناها الدنيا مين المريض اللي يسكت على نفسه لغايه في الدنيا كلها ما حدش يوصل لكده. عندنا بنوصل لكده وبنشوف اسوأ من كده، واخد بال حضرتك؟ يعني لما نشوف بقى الفقره اتنقلت من مكانها، يعني ده مريض اهو وجاي له طلب محدد يقول بس اعرف ادخل الحمام. يعني هو انا يعني لو عرفت ادخل الحمام مش هعرف انزل السلم؟ ما اللي يخليني ادخل الحمام اقدر امشي واخرج واروح الجامع وكده. العمود الفقري اتقفل، بقى عندي خمس غضاريف في ظهري، بقى عندي ضيق في القناه العصبيه، بقى عندي خشونه في المفاصل، والمفاصل كل مفصل بدل ما يبقى حجمه قد كده حصل تضخم. انت عارف المفصل مثلا زي الركبه لما يمرض قوي تلاقي ورم، مش كده؟ المفاصل بتاعت العمود الفقري كده، اول ما يبدا المفصل يتاكل يتضخم ويبدا ياخد من الحيز اللي هو بتاع العصب والحبل الشوكي، يعمل ضغط عليه فيعمل ضيق في القناه العصبيه، نبدا نشعر بقى بالكولوكيشن بين والكولوكيشن ديستانس وعدم المقدره على الحركه، وان البول بقى فيه مشكله والحاله الجنسيه ضاعت ومش عارف اوطي ومش عارف اقعد، والقعده عذاب والوقفه عذاب والتوطيع عذاب، كل الكلام ده كله هيحصل. الارتجاع الانزلاق الغضروفي او الانزلاق الغضروفي لما بيرجع تاني اللي بيسموه المرتجع اخطر كثيرا جدا من الانزلاق الغضروفي لاول مره. الكلام ده ابيض ولا اسود؟ لا ده ابيض طبعا اكيد. القصه دي على فكره مخيفه جدا جدا، في ناس كتير جدا عندها ده كابوس. ده كابوس. كابوس خطير، كابوس الغضروف المرتجع. بس دايما احنا بنقول الغضروف يرتجع لسببين اساسيين. نمره واحد حاجه خاصه بالمريض نفسه، يعني انا حضرتك عندي غضروف وسبته 20 سنه وحد ما وصل ان في غضروف انفجر، تمام، رحت للدكتور سين او عين من الناس قال لك هشيل لك الغضروف ده. انا ممكن اعمل الغضروف ده وانا مش واخد بالي ان انا عندي غضاريف تانية متاكله، وهرجع بعد شويه ارجع اشيل تاني قوم ضارب الغضروف اللي بعده، واخد بال حضرتك؟ هي في الاخر انا كمريض ده انا جالي غضروف تاني، يعني انا مش عارف ان ده غضروف منفصل، بس انا كمريض انا لسه عامل عمليه، بس انت مش واخد بالك ان ظهرك انت سبته كتير جدا لما باص. ما تجيش تقول لي لو انت عندك الاربع كاوتشات بتوع العربيه استهلكتهم وغيرت كاوتشه الباقيين هيفضلوا سلام، هيفرقعوا برضه مع الوقت لما نستعمله. الحاجة التانية كوتش غالي يا باشا كل حاجة غالية. الحاجة التانية ممكن يبقى الخطأ كمان ايه من نوع العملية اللي انت عملتها، وديت انا الحقيقة وديت مهمة جدا اللي انا بقولها دلوقتي، لان كتير جدا من الانزلاقات الغضروفية النهاردة الناس بتستبسط تقول لك ده عملها بالمنظار. شوفوا ده نوع من انواع العملية اللي احنا بنعملها النهاردة، مش كل غضروف بيبقى غضروف بس، ده ممكن يبقى معاه شرخ في الفقرة زي هنا واتنسى، او تآكل في جسم الفقرة وبدأ يتحرك واتنسى، وادخل اقول لك انا شلتها بالمنظار، شلتها بالليزر، شلتها بالميكروسكوب الجراحي وما عملتش حاجه اسمها دعامات او تثبيت، ده نوع من الدعامات في العمود الفقري. والحقيقه اكاد اجزم ان النهارده ما عادش ينفع تعمل عمليه انزلاق غضروفي من غير ما تعمل تثبيت او دعامات العمود الفقري، الحقيقه في العالم كله، لدرجه ان هذا الكلام حقيقي حصل تجريم بالقانون انك تعمل بس غضروف بس للظهر. يعني في اماكن، يعني امريكا نفسها فيها ولايات كتيره جدا، في اماكن منها لو عملت انزلاق غضروفي فقط سواء بالمنظار او بالليزر من غير ما تعمل تثبيت او دعامات تعاقب وتحاكم، بيسميه مال براكتس، اخطاء مهنه، انت مخطئ لانك ما كملتش العمليه صح. الحقيقه النتيجه لطبيعه الناس عندنا وطبيعه حياتنا وطبيعه العمود الفقري بتاعنا وما بنجيش الا متاخر قوي، اكتشفت ان ما ينفعش تعمل عمليه مجرد شلت الغضروف بس وتسيب المريض على كده. لا، لازم تعمل حاجه بديله تعوض ضعف الغضروف ده. يا فندم ساعات بنعمل حتى البديل ده ونرجع تاني نشيل ونحط ونعمل يجي لنا غضروف جديد وهكذا. يبقى اذا النقطه يبقى بيرتد الغضروف، ها، والتجربه بتاعت بقى مريض جاله الم الغضروف ورجع بعد كده
عمل عملية ورجع بعد شوية العملية باظت وعايز يعمل عملية تانية سواء نفسيا أو ماديا أو اقتصاديا أي حاجة مرهق فبيبقى فيه خوف. فأنا بقول دايما يا تتعامل صح من الأول يا إما ما تتعاملش العملية. لكن ما نخدعش بقى تحت بند إيه أنا عملتها لك بالليزر، عملتها لك بالمنظار، عملتها لك بالملاحة، عملتها لك مش عارف إيه. عمودنا الفقري لا يحتمل اللعب فيه غير هي مرة واحدة يتعامل الحاجة صح علشان ما تردش علينا بعد كده. الفهم والموضوع يجعلني أبعد عن قرار الاتهام، وعدم الفهم ممكن يدخلني، وعدم القرار الجيد يدخلني قفص الجناية. أنا أتمنى أن احنا نكون براءة. طب تعالوا نشوف مين اللي هياخد ده أو ده أو ده ما بين المتهم والجاني والبريء. جاني متهم أم بريء؟ المريض اللي فاكر الغضروف طالما عمله مرة خلاص هو بقى في أمان، وزي ما بيقولوا لقد فعلت ما يجعلني أبيض السريرة وعدت كما ولدتني مامتي. ده معنى الدماغ اللي هي إيه اللي في دماغ الناس دي، هيمارس حياته بنفس الطريقة نفس الشيء نفس الحط. أنا عملت عملية، ده متهم ولا جاني ولا بريء؟ في أكثر من جاني؟ هو يعني أنا بتهم إن هو مهمل ومش فاهم الموضوع الحقيقة، يعني هقول إن هو متهم بس مش جاني ولا حاجة. وساعات ظروف الحياة هي تجبره إن هو يبقى كده الحقيقة، يعني إحنا ساعات عندنا لو واحد ما اشتغلش ما مش هياكل، ولو واحد ما راحش شغلته هيتفصل منها، وخاصة لو ما فيش إنشورنس وتأمين وكلام من. بنقول إن لازم نفهم بس الموضوع، يعني يا فندم ده انت لو عربيه راحت التوكيل وعملت عمره عمرها ما بترجع زي العربيه اللي طالعه لسه من الاجانس، بنفهمها كده وبتبوس بعد شويه لو بعد شويه خلاص بقى. ما انت لو عملت عمره يعني لما يقول لك ايه اصل لو واحد اتضرب فيه مشرط او ضرب فيه مفك تعرف مش بيرجع لطبيعته العربيه طالما يعني حقيقي كده. يعني احنا بنقول ايه، انا بساعدك انك ترجع شبه طبيعي، انت مش بتبقى طبيعي بنسبه 100%، والكلام ده مش انا النتيجه لتقصير مني، ده هي دي الحقيقه اللي انت لازم تبقى فاهمها. بغض النظر عن انك تسمع من الناس كلام يقول لك ده انت تبقى زي الفل واحسن من الاول 100 مره، مفيش حاجه احسن من اللي ربنا خلقها استحاله، يعني مهما عملنا مش هنقدر نحاكي الغضروف اللي ربنا خلقه الطبيعي. طيب لما يبقى عندك غضروف واثنين وثلاثه تاكلوا وباظوا، ورايح تقول انا بعمل عمليه شفط غضروف او انزلاق غضروفي بالمنظار او بالميكروسكوب جراحي فقط، وتسيب بقى الحاجات اللي حضرتك بتشوفها دي كلها، الحاجات اتعملت ليه؟ يعني الناس اللي عملت ده مش عملتها يعني بتضيع فلوسها وبتضيع مجهودها وتركب مصابيشات مسامير، لا، الدعامات دي اسمها دعامات، والدعامات دي فيها ميزه ان هي حركيه، يعني ايه تقدر تسمح بتتحرك وتدينا مرونه في العمود الفقري وقوه في العمود الفقري، وبتعوضني عن الفقد اللي انا بفقده في عمليه الانزلاق الغضروف، لان كل غضروف انا بشيله بضعف 20% من الفقرات القطنيه. واخد بال حضرتك؟ فلو شلت غضروفين انا فقدت 40%. يبقى عايش ب 60% فقط، واصلا 60% اصلا معيوبين من البدايه لان الغضاريف دي من البدايه تعبانه. فتعمل بقى الدعامات، والدعامات دي فيها ميزه الحقيقه ان الجسم ما بتفاعلش معاها، بتسمح بالحركه كويس جدا، بتقعد مسافات طويله وفترات طويله جدا في الجسم من غير تفاعل ولا مشاكل، غير ما يسمى الشرايح والمسامير. الشرايح والمسامير ده هي دي الكارثه الحقيقيه، لان ما عدناش بنفضلها دلوقتي. الشريحه الستانلس ستيل دي بتركب الجسم ممكن يتفاعل معاها، ممكن تتكسر، تمنع الانحناء، تمنع، وبعدين لو واحد وطى غصب عنه ممكن تتكسر او تتقطم او المسمار يخرج من مكانها ويعور العظم بتاعنا. فده نوع تاني من النوع من التدخلات في العمود الفقري. انا بتدخل النهارده عندي فقرات قطنيه فيها غضاريف تاكلت الفقرات، وانا بطبيعتي لازم هشتغل تاني ولازم اشتغل، فلازم هنا نعمل ايه؟ الدعامات دي اسمها دعامات، والدعامات اشكال واصناف وانواع وماركات وموديلات وبلد منشأ مختلف، في حاجات كتيره جدا، في منها القوي جدا وفي منها الرديء جدا وفي منها كل حاجه زي اي حاجه او اي منتج عندنا. فدايما لما بيجي نركب في ظهرنا لازم نختار ايه اللي يركب، علشان ده قاعد معانا العمر كله، ده مش مفروض ان انا اركبه شويه واغيره. يعني احنا دايما نختار وننتقي ايه اللي هيتعمل او ايه اللي هيركب، وطريقه عمل الجراحه نفسها. في ناس بتفرح قوي يقول لك اصل انا مفيش جرح في الظهر. يا سيدي وماله، لو في جرح 2 سم او 4 سم ده احنا بنحتاج سنتي ونص الى 2 سم للفقره، لو بعمل لك فقرتين جرحين 4 سم، 3 فقرات يبقى 5 سم ونص او 6 سم ماكسيمم. فده مش القضيه، يعني مش قضيتك ان انت ما عندكش جرح، هو انت ما عندكش جرح وفضل عندك الالم، ايه الميزه؟ مفيش اي ميزه الحقيقه،
فبنقول ده ضرورة النهاردة، تدعيم العمود الفقري سواء في الرقبة أو في الظهر ده ضرورة، ما ينفعش نعمل عملية من غيره. خلينا نروح للوهم والشك واليقين. وهم شك أم يقين؟ عمليات الغضروف، انزلاق الغضروف في المرتجع نتائجها تشابه أو أصبحت تقارب عمليات الانزلاق الغضروفي لأول مرة العادي، ده وهم ولا شك ولا يقين؟ لا ده بقى يقين، ده بالعكس بقت أحسن، تقارب أحسن. لا ده بقت أحسن أصل عملية أولية فشلت وبنعملها تاني يعني، فبالتالي مش هقارن النتائج بتاعت حاجة فشلت بحاجة إن شاء الله هتبقى ناجحة. يعني المرتجع دايما خلاص داي يعني، بص مفيش جراح هيدخل يعمل عملية مرتجع إلا لازم يدرس أسباب الفشل. الفشل ده جاي منين؟ جاي من طرف المريض ولا من طرف العملية اللي اتعملت سابقا؟ ممكن يكون هو اللي عملها أو اللي عملها أحد الزملاء الأفاضل، يعني مفيش يعني في الآخر عايزين نحل الموضوع. يعني في ناس دايما بتستنزف نفسها يقولك طب والدكتور عمل لي إيه بقى؟ يا سيدي بقى روح اسأله، بس خلينا نساعدك في الحل. ده دي قصة مصرية أصلا اللي هو بقى أبدأ أعمل ونعمل معاه إيه بقى وأبدأ أوريه الأشعة بتاعت المريض على إنه مريض تاني خلينا نساعدك يعني أنا ساعدك. ودايما النهاردة بنفكر طبعا عندك غضروف مرتجع وفقرات بقت سايبة زي الفقرات اللي احنا كنا شايفينها زي السلم، دي دعامات، أنواع من الدعامات، ما عادش ينفع أعمل عملية في عمود فقري بيشتغل وبيشقى من غير ما أعمل كده، وإلا في أنا بقى اللي هبقى في الآخر جاني، واخد بال حضرتك؟ يعني هبقى جاني فعلا ومسبب مشكلة كبيرة جدا للمريض بتاعي. ودايما التثبيت أو الدعامات بتاعة الفقرات أشهرها إن احنا نثبت فقرتين في بعض. طب لو عندك مريض عنده 5 فقرات تقدر تعملها ولا لا؟ تتعمل يعني بالإمكانيات بتاعتنا المتاحة عندنا والخبرة اللي احنا بنعمل نقدر نعمل 5 فقرات و6 فقرات ونقدر نصلع عمود فقري 12 فقرة 13 فقرة كلهم بايزين مع بعض. يعني الحقيقة بقت فيه التكنولوجي بقى موجود والإمكانيات متاحة الحقيقة، والنتائج الحقيقة الحمد لله من فضل الله بقت أحسن بكتير جدا. بس دايما بنقول للمريض بتاعنا افهم ايه اللي عمل لك المشكلة عشان ما نرجعوش. انا ساعات يجي لي مريض او مريضة بالذات ست وزنها 140 كيلو وعملت عمليه وفشلت، اقول لها مش هعمل لك عمليه، روحي اعملي عمليه معده، تحويل معده، ربط معده، نفخ معده، اي حاجه، المهم في الاخر لازم تخسي. ليه؟ لان السبب الرئيسي ان اللي بوظ العمليه الاولانيه هو مين؟ الوزن الزياده. فانا مش هقع في نفس الغلطه، يعني لازم نحل هذه المشكله عشان ما يتقالش بقى في الاخر ان كل عمليات فاشله. لا مش فاشله، انت شايله صخور طبعا لازم لازم نبعد اسباب الفشل ونقرب اسباب النجاح. نورتنا، ربنا يخليك، خليكوا دايما معنا في الحلم.